بسم الله الرحمن الرحيم، برحب مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان وحلقة جديدة من برنامجكم الكرة والجماهير. أكيد النهاردة عندنا كلام جديد نقوله لحضراتكم وبعض الملفات، والأول مرة هنتكلم عن انتخابات النادي الأهلي. النهاردة كلمنا حضراتكم في أمور كتير جدا ومواضيع كتير جدا هنفتح بعضها النهاردة، وفي حلقات تالية إن شاء الله هنتكلم في البعض الآخر. ولكن عايز أتكلم على في البداية عايز أتكلم على تكريم النادي الأهلي للجهاز الفني واتحاد كرة القدم المتمثل في المهندس هاني أبو ريدة، ووجود الجهاز الفني للنادي الأهلي واللاعبين. الكلام ده كان امبارح، وهنا مش فكرة ان احنا نشيد بالنادي الأهلي وخلاص، لكن اكيد كل الاحترام والتقدير للنادي الأهلي. دايما الأهلي سباق بيسبق الناس كلها بخطوة، دايما النادي الأهلي بيفكر بره الصندوق، وده اللي احنا بنقوله، اللي انت تبقى من اوائل الناس اللي بتكرم منتخبك الوطني، خصوصا بعد التكريم الاول من سيادة رئيس الدولة المشير عبد الفتاح السيسي، وكان احتفال وقته صغير لكن فيه معاني كتير وبهجة وفرحة وابتسامة وامور كتير جدا. والنظام دايما هتلاقوا كل المؤتمرات اللي موجودة يبقى فيها نظام وانضباط والشكل حلو، وهي دي مصر اللي احنا طول الوقت بنطمح بيها. حتى على مستوى، مش عايز اخرج من الموضوع، على مستوى افتكروا شكل اتحاد الكورة في السابق كان شكله عامل ازاي كمبنى، حصل تطوير فيه والشكل بقى جيد جدا وشكله مبهج، وهو ده اللي احنا بندور عليه. دايما لما نعمل حاجة نعملها واحنا فرحانين واحنا بنبتسم، فمن هنا التكريمات اللي بتبقى موجودة دي حاجة كويسة. فبنشكر النادي الاهلي على المبادرة قبل أي حد، خصوصا بعد زي ما قلت من شوية بعد سيادة المشير عبد الفتاح السيسي، القيادة السياسية كلها كانت موجودة، ووزير الدفاع وكمان السيد رئيس الوزراء، كل ده بيدي للحدث الحجم بتاعه، وهو ده اللي احنا بنتكلم فيه مع حضراتكم طول الوقت. امبارح مستر كوبر قال كلام مهم، كويس مهم جدا للنادي الأهلي وكويس جدا على النادي الأهلي، والمهندس هاني أبو ريدة كمان اتكلم بشكل كويس جدا على النادي الأهلي، خصوصا النادي الأهلي دايما، هو ده اللي أنا بقول، الدور الوطني هو مش بيخدم كرة القدم بس، هو كل الألعاب الجماعية وكل الألعاب الفردية كمان هتلاقوا من النادي الأهلي دايما بيخرج منه أبطال. في البداية أذكر حضراتكم وأذكر نفسي باحتفالية النادي الأهلي، ودايما لازم ندي الحاجة الكويسة الحاجة المحترمة نديها حقها. أنا عارف لما يبقى في خناقات وصراعات ومصالح وكلام كتير جدا الحاجات دي بتلفت انتباه المشاهد، لكن عايزين نشتغل طول الوقت بشكل مختلف، اللي الحاجة الحلوة نكبرها ونتكلم فيها كل يوم ونديها وقتها عشان نغير حتى مفهوم المشاهد. والسنين طويلة أي حاجة فيها خناقات تلاقي نسبة المشاهدة عالية، وأي حاجة فيها أخلاقيات واحترام بتلاقي الناس بتبعت. لا، هنعظم من الدور ده الحاجات المحترمة، مش مع النادي الأهلي بس، مع كل الأندية هنعرضها لحضراتكم مرة واثنين وثلاثة عشان نرسخ مبادئ جديدة زي الموضوع اللي كنا ابتديناه مع حضراتكم امبارح. معانا كلمة صغيرة جدا لمستر كوبر، نروح نشوف قال ايه في احتفالية الأهلي امبارح. اتفضل. وانا اتمنى طبعا لرئيس النادي الاهلي وكل جماهير النادي الاهلي العظيمه، اتمنى انا بجد بشكرهم جدا على التكريم النهارده. معلش الكلمه مش جاهزه كامله معانا، لكن الراجل اتكلم بشكل محترم جدا على النادي الاهلي، و لو سمحتوا يا جماعه الصوت جوه، لو سمحتوا مش هعرف اتكلم. انا شايف من وجهة نظري مبادرة النادي الاهلي كويسة، ودي العلاقات، ولما يبقى في حوارات، ودايما قلنا مع منتخبات قبل كده على مستوى المنتخبات الاولمبية والكلام ده كله لازم يبقى في حوار، لازم يبقى في كلام، ولازم يبقى في ترتيبات، عشان النظام بيبقى حاجة كويسة جدا ويخليك توصل لاهدافك بسرعة. دي نقطة. النقطة الثانية، المهندس هاني أبو ريدة وقال جملة بصراحة عجبتني جدا، النادي الاهلي عمود مهم جدا في الرياضة المصرية، الراجل يعلم تماما قيمة النادي الاهلي، ما قالش بقى مختارك وما قالش مش عارف ايه، لا الراجل ادى النادي الاهلي حقه، لان النادي الاهلي اسم كبير ومؤسسة كبيرة والكل يعلم النادي الاهلي مكانته مش الافريقية والعالمية
وكمان المحلية عاملة ازاي والجماهيرية الكبيرة والشعبية الكبيرة. فأكيد مرة تانية وثالثة ومليون مبروك الشعب المصري بالكامل، مبروك اتحاد كرة القدم، مبروك مستر كوبر واللاعبين اللي كانوا رجالة بمعنى الكلمة. اتكلمنا على الملف ده كله، النهاردة ندخل في النادي الأهلي ونقفل الصفحة. هو الأهلي كده، تيجي من يابان يقول لك الدوري أهلي، تاخد الدوري يقول لك الكاس يا أهلي، تقفل صفحة الكاس أو تروح منتخبات يقول لك ركز بسرعة عندك ماتشات مهمة، عندك دوري عام، عندك بطولة أفريقيا، عندك كاس مصر. وهو ده عبقرية النادي الأهلي اللي جمهوره طول الوقت لو أخد 10 سنين ورا بعض بطولات فلا ما بيستكفيش. وهو ده ثقافة البطولات وثقافة الإنجازات اللي جمهورك بيدي البوش مع الفريق وبيدي الدعم مع الفريق في الحلوة وفي المرة. ما يبقى في بعض المواقف اللي فيها حاجة الجمهور يبقى زعلان بتلاقيه هو بيروح يعبر يوقفك على رجلك تاني، وده كلام محترم وده اللي احنا بننادي بيه طول الوقت. مش عايز اتكلم على افريقيا، لكن هتكلم على ملف الجماهير بعد شوية. لكن اللي هتكلم عنه دلوقتي اللي كان فيه تدريب مسائي في حالة من التركيز، الكابتن حسام بيحاول يقفل على الفريق، خلاص الفرحة خلصت. اللي فيه ماتش مهم على الاتحاد السكندري، الاتحاد واحد من الفرق المحترمة وليه شعبية وليه جماهيرية كبيرة حتى على مستوى الناديين، العلاقات ما بينهم محترمة جدا. وكمان الجمهورين في سنين لبعض السنين كده حصل مناوشات وحصل أمور كتير ما بين النادي الأهلي، مع أن العلاقات متميزة والعلاقات محترمة، ولكن النادي الأهلي كان موجود في مقاوية الاتحاد والاتحاد كان موجود. وهي دي العلاقة اللي احنا عايزين زي ما قلت لحضراتكم في البداية نرسخ مبادئ جديدة في عالم كرة القدم، وهي الاحترام، رياضة بدون تعصب، مدرجات بدون تعصب، حب فرقتك، شجع ناديك، روح لمنتخب بلدك. ودي قواعد الرياضة. الرياضة احنا اللي علمنا المجتمع المصري كله خلي عندك روح رياضية. لازم كلنا نرسخ الكلام ده، مش مجرد اللي انت تقوله وخلاص، لا لازم تعمل بيه. فهي مباراة الاتحاد مباراة مهمة جدا. الكابتن حسام البدري اختار النهاردة مجموعة من اللاعبين، هنعرف التفاصيل بعد شوية من زميلي كريم أحمد مراسل قناة النادي الأهلي. بس خلينا استعرض مع حضراتكم في البداية الأسماء اللي الكابتن حسام البدري ضمها لمعسكر مباراة الاتحاد. لحراسة المرمى شريف إكرامي، أحمد عادل، محمد الشناوي، ومحمد هاني، وسعد سمير، ورامي ربيعة، وحسين السيد، وحسام عاشور، وعمرو السولية، وصالح جمعة، وأحمد حمودي، وأجاي، ووليد أزارو، ومحمد نجيب، ومؤمن زكريا، وأكرم توفيق، وأيمن أشرف، ووليد سليمان، وعماد متعب، وأحمد ياسر ريان، وكريم نيدفيد. دي المجموعة اللي دخلت معسكر مباراة الاتحاد بعد التدريب المسائي النهاردة. كمان خليني أقول لحضراتكم أسماء اللاعبين المستبعدين: صبري رحيل، باسم علي، عمرو بركات، أحمد فتحي، وباقة، واللاعب الجنوب أفريقي، وعبد الله الشامي، وإسلام محارب، وعلي معلول، وهشام محمد، وأحمد الشيخ، وعبد الله السعيد. زي ما قلت لحضراتكم الجميل في فريق النادي الأهلي في كل مكان في وفرة عددية بتتراوح من في أماكن تلاقي 3 أو 4 لعيبة، وده كله لمصلحة الفريق، وده بيبقى حافز قوي جدا 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 لكل واحد عشان تاخد مكان، بيبذل مجهود كبير عشان يحافظ على مكانه. فالمدير الفني والنادي الأهلي بشكل عام هو اللي بيستفيد، ففي وفرة عددية عند في كل مكان داخل النادي الأهلي. ربنا يوفق كابتن حسام، دايما بنقول له كده، يبقى في التشكيلة المناسبة، يبقى في اللي ياخد فرصة يقاتل عليها، بيقول أنا موجود ومن البداية. دايما عايز بطولة لازم تبقى أداءك قوي جوه الملعب، مش عايزين، عارفين لو كل مباراة تاخدت بتفكير زي مباراة الترجي هناك هتحسم كل حاجة من بدري، مستحيل يروح منك نقاط. فلازم كل مباراة تعمل بروح النادي الأهلي، ألعب في المباراة بمنتهى القوة والإصرار والعزيمة اللي أنا أخلص المباراة من بدري. ودايما دورنا لازم يبقى مساعد. أكيد التشكيلة ده شغل الكابتن حسام، هو اللي يختاره، مش شغلتنا تماما، ولا نتدخل من قريب أو من بعيد. لكن شغلتنا اللي احنا نقول المفاهيم الصح اللي احنا تعلمناها، المفاهيم الصح اللي احنا تعلمناها ان المدير الفني هو اللي قاعد مع فرقته، هو اللي عارف مين مقصر في التدريب دوت، فبيقعد جنبه او يطلعه بره ال 18 عشان هي عالم كره القدم كده، لازم يبقى في عقاب، ما يبقاش انت مقصر وكافئك تبقى موجود مع الفريق. فمن هنا
الامور اللي بنراهن عليها الاهلي يبقى الفعل مش رد الفعل. اول ما تلاقوا الاهلي كده وبدايه المباراه ضغط على الخصم وبتدور على هدف من بدري، النادي الاهلي شكله يبقى مختلف تماما. وانا يعني اكتر من مره كان في حديث ما بيني وبين الكابتن حسام، وانا من الشخصيات اللي بحبها ومن الشخصيات اللي انا تدرجت جوه النادي الاهلي من قطاع الناشئين للفريق الاول لمدير كوره، وكان ماسك منصبين في نفس الوقت وشاف البطولات ويحس بيا وبيك، ويحس بيا وبيك لانه ابن من ابناء النادي الاهلي المخلصين وعارف التحديات اللي موجوده وعارف كل حاجه. فمن هنا لازم كلنا نبقى عامل مساعد، وهو ده اللي احنا قلناه. الحمد لله ما حسمنا الدوري والكاس السنه اللي فاتت، السنه دي بطوله افريقيا ماشيين فيها بشكل كويس جدا، محتاجين فوز مهم جدا ومساعده جماهيرنا عشان وحشنا كاس العالم للانديه، ودي مكانه الاهلي صدقوني الطبيعيه. فمره ثانيه وثالثه ومليون اختيارات التشكيل، اصل في البعض بيستنى اول ما يلاقيش ثلاثه اربع لعيبه بتبقى ناغم، واحنا مش عايزين ده خلاص. وحشنا منظر الجماهير، والجماهير لما بتبقى في حاجه في هدوء واستقرار هنقاتل اللي يبقوا موجودين، ودي قضيتنا وقصتنا، سيبونا واعتمدوا علينا وهتعرفوا اللي احنا قدها وقدود. كريم احمد جاهز يا جماعه ولا لا؟ معانا كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي، كان موجود في التدريب يقول لنا النهارده كابتن حسام قال لعيبته ايه، كل ده نعرفه من زميلي كريم احمد. برحب بيك يا كريم. تحياتي ليك يا كابتن شادي، واهلا بيك طبعا، واهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. انت بقالك مده كده مختفي عننا كريم. ما اقدرش يا كابتن شادي اختفى عنك طبعا يا كابتن. ايه اللي حصل في التدريب النهارده؟ يمكن النادي الاهلي قعدت طبعا استعدادات مكثفه لمباراه بطوله الدوري العام الاهلي والاتحاد السكندري الساعه 8 غدا على ملعب استاد السلام. بنتمنى اكيد كل التوفيق للنادي الاهلي، كانت فتره توقف يعني تكللها المجهود الكبير لمنتخبنا الوطني وفرحه كبيره، فبنتمنى تكون انطلاقه جيده اكيد للنادي الاهلي من مباراه الاتحاد. النهارده كان مقرر ان التدريب يكون في الساعه الخامسه، لكن بدا في الخامسه والنصف، سبق الكابتن حسام البدري بمحاضره فنيه داخل غرف خلع ملابس بالفيديو طبعا، ليه شرح كل نقاط القوة والضعف مباريات الاتحاد السكندري الاخيره، وايضا كمان شرح كل الامور الخاصه بالتكتيك الخاص بمباراه الغد بالنسبه للاهلي والاتحاد السكندري، استغرقت يمكن اكثر من 25 دقيقه. بعدها طبعا دخل اللاعبون الى الملعب، جري كان خفيف حول الملعب، وخصص الكابتن حسام بعض المربعات بالكره ليه فتره لمده ربع ساعه، واختتم الكابتن حسام البدري بتقسيمه في ثلث الملعب او في منتصف الملعب. محاوله طبعا كعاده الكابتن حسام بيحاول ان هو يخفي ملامح التشكيل، لكن زي ما بقول لك يمكن احمد فتحي وعلي معلول هيكونوا غايبين بشكل اكيد، وده اللي يمكن قلناه امس كمان، كان يعني كان ظاهر جدا الكابتن حسام بيحاول ان هو يجهز محمد هاني بشكل كبير جدا، وعلي معلول نظرا لعودته من منتخب تونس وتاديته مباراه تمام الدنيا بتصفيات روسيا 2018، فيبقى ليهم دور، يبقى ليه دور محمد هاني غدا، وايضا حسين السيد او ايمن اشرف، يعني الاثنين ممكن يكون في واحد متواجد منهم في الباك ليفت غدا ان شاء الله. كابتن حسام اكد بشكل كبير ان لابد يكون الانطلاقه غدا انطلاقه غايه في الاهميه، لابد ان يبقى في تركيز اداء ونتيجه، عندنا مشوار كبير ولابد الفصل من البطوله الافريقيه وبطوله الدوري العام. وزي ما حضرتك قلت يا كابتن شادي، يمكن 11 لاعب بيغيب عن الفريق في مباراه الغد، كابتن حسام البدري عنده وفره عدديه كبيره، كل اللعيبه اكيد الكابتن حسام في احتياج ليها، لكن عندنا لعيبه مجهده، احمد فتحي وزي ما قلنا علي معلول، حسام عاشور يمكن عوده، يعني يمكن عوده حميده ان شاء الله يكون متواجد في غد في التشكيل. حسام عاشور فقدناه خلال الايام الماضيه، لكن اثبت النهارده كمان في التدريب الجماعي، وامس كان ليه شكل مؤثر بشكل كبير جدا في التدريب. عماد متعب اللي بيعيش فترات رائعه جدا الايام الماضيه او التدريب، امس كان ظاهر بشكل لائق وجيد جدا، واشاد بيه كابتن حسام البدري وكل المتواجدين حوالين طبعا ملعب مختار التتش، ان شاء الله يبقى ليه دور كبير غدا عماد متعب، واحد من النجوم الاساسيه. كل الامور كانت ماشيه بشكل طيب جدا بالنسبه لفريق النادي الاهلي. لو برجع معاك للمصابين سواء هشام او عبد الله، عبد الله طبعا ماشي في البرنامج التاهيلي، عنده خلفيه، عنده شد في الخلفيه، عبد الله السعيد هيغيب زي ما احنا عارفين عن مباراه الاتحاد، وغالبا كمان هيكون عن مباراه الرجاء كابتن شادي، لكن لسه ما نقدرش نجزم بكده، لكن من خلال يعني سؤالنا لخالد محمود طبيب النادي الاهلي الفرص ضعيفه شويه، لكن ان شاء الله كلنا امل ان هو يكون متواجد في مباراه الاهلي والنجم الساحلي. كريم عايز اعرف حاجه معلش عشان الكلام كتير في الموضوع ده، اتفضل. الاشاعات اللي اتعملت على العضله لعبد الله طلعت ايه؟ نتيجتها ايه؟
الإشاعة كابتن مش مزق، الإشاعة شد في العضلة الخلفية وشد يمكن قوي شوية لعبد الله السعيد نظرا للمجهود الكبير اللي بيقوم بيه سواء في المنتخب أو في مباراة الأهلي في الدوري العام أو في البطولة الأفريقية. الشد طبعا غير المزق زي ما أنت عارف يا كابتن شادي، لكن الحمد لله إن هي ما طلعتش مزق. مزق ده كان هياخد وقت كبير جدا، لكن هيكون جاهز إن شاء الله عبد الله على مباراة الرجاء، لكن الدفع بيه في مباراة الرجاء أو عدم الدفع بيه هتكون رؤية للجهاز الفني. لكن بأكد لك إن إن شاء الله لو هو ماشي بالشكل المميز لموضوع البرنامج اللي محطوط له من خالد محمود طبيب النادي الاهلي، ان شاء الله يكون متواجد بكل قوه في مباراه النجم الساحلي. لكن عبد الله النهارده كان بيجري حوالين الملعب، يعني البرنامج التاهيلي الموضوع اللي ماشي فيه بشكل طيب جدا، وعبد الله عنده استجابه سريعه. يعني عبد الله من الناس اللي عندها بنيان قوي، يعني بيستجيب بسريع للعلاج الطبيعي او التاهيل، واكيد بنتمنى له كل التوفيق خلال الفتره القادمه عبد الله السعيد. تمام، ايه تاني يا كريم؟ زي ما بقول لك كابتن شادي، بعد بعد انتهاء المران توجه طبعا اللاعبون الى المعسكر المغلق استعدادا لمباراه الاهلي والاتحاد. وكنت برجع معاك بقول لك ان هشام محمد كان بيقضي كمان بعض التدريبات التاهيليه تحت اشراف طارق عبد العزيز ومحمد ابو العلا اخصائي التاهيل. هشام عنده طبعا كسر في يعني في صباعه، طبعا صباع ايده، لكن كل الامور الخاصه بيه يعني ما عندوش حاجه تعوقه غير الموضوع صباع ايده، ماشي بشكل طيب جدا خلال التاهيل، لكن كل الامور تبقى على ما يرام. ونتمنى كل التوفيق ان شاء الله غدا للنادي الاهلي في مباراته امام الاتحاد السكندري. اما باخبار الجماهير بكره، ايه في جماهير هتحضر المباراه ولا لا؟ احنا نتمنى كابتن شادي ال 40,000 بس بتوع النجم يبقوا 60,000، يعني ده اللي بنتمناه ان شاء الله. المباراه دي اهم من مباراه الاتحاد ومباراه الرجاء، مع احترامي طبعا للمباراتين دول، لكن مباراه النجم يعني جمهور مصر ادى يعني حاجه رائعه جدا في استاد برج العرب. النادي الاهلي متعودين على جمهور ان هو بيدي تبلوهات رائعه جدا، 40,000 طبعا رقم مميز جدا، واكيد بنشكر كل قيادات الامن، لكن طمعانين في ان يبقوا 60,000. عايزين ان شاء الله تكون مباراه كبيرة أداء ونتيجة، ويكون كمان جمهور النادي الأهلي يدي مثال كبير في اليوم ده كابتن جاي. تمام، زميلي كريم أحمد مراسل قناة النادي الأهلي، بشكرك يا كريم على مجهودك، وكريم هو وزمايله الصراحة طول الوقت ما عايزين أي معلومة موجودين جوه النادي، الناس موجودة على طول عشان نقدم خدمة لجماهير النادي الأهلي المحترمة، بيحبوا فرقتهم، بيحبوا يعرفوا كل حاجة عن فرقته. كمان عايز أتكلم على فكرة مهمة جدا، لأن أنا وانا بتابع شفت تصريحات مهمه جدا لسياده الوزير خالد عبد العزيز، وهو بيقول ان شاء الله ان اللي هيطلبه النادي الاهلي هو اللي هيكون. فاتسال عن مباراه افريقيا للنادي الاهلي، قال ان شاء الله يبقى زي جماهير مصر بالظبط. على ارض الواقع ده مش موجود. خلينا نتاكد اكتر من الكلام ده، ودايما بيبقى معانا واحد من الشخصيات المحترمه داخل النادي الاهلي اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الاهلي. برحب بحضرتك يا فندم، واسمح لي كمان اعزي حضرتك على الهواء، البقاء لله سياده اللواء. ونعمه بالله، ربنا يكرمك. شكرا كابتن شادي. سياده اللواء، طبعا انت عارف جماهير الاهلي بالملايين في كل مكان، وعايزين نطمن على الحضور الجماهيري، وانا عارف ان النادي الاهلي دايما بيحب يشتغل من بدري. الخطابات الاخيره وصلنا لايه، والعدد قد ايه، والنادي الاهلي عاوز ايه؟ احنا طلبنا 60، احنا جالنا موافقه ب 40. طلبت 60، امال اللي اتقال النادي الاهلي طلب 40 بس؟ لا يا فندم، هو موجود، انا طالب 60,000. طالب 60,000. طالب 60,000 وجالي موافقه ب 40. امتى جالك الموافقه؟ امبارح. امبارح بس؟ طب ليه 40؟ لا مش عارف، عارف اتشاد يعني. مش عارف. جالي موافقه ب 40 واشتغلت عليها من امبارح خلاص يعني. بس انا عارف ان حضرتك والنادي الاهلي ومجلس الاداره في الموضوع دوت مش يعني مش هتقبل بسهوله كده، هيبقى فيه شويه. لا انا اشتغل يعني، بس عشان عارف حضرتك في اجراءات لابد انها تتخذ بالنسبه ان انا ادي امر للمطبعه، لانه حسب العدد ببتدي اوزع على المدرجات، الدرجه الموحده والاولى والممتازه وكذا. تمام، انا بوزع على العدد اللي بيجيلي. تمام، اشتغلت دلوقتي على 40 وهطلب لسه بال 20 كمان واقدر الحقهم يعني، بس عشان ابتدي بس اجراءاتي، سواء بقى طلع التذاكر، سواء ختمها من الجهه الاداريه زائد الوزاره الداخليه، ثم بعد كده بطرح حضرتك عارف احنا شغالين بالبطاقات، فبرضه ده اجراء تاني عشان التزم بيه. ولكن هخليني ورا الموضوع، لانه برضه في نقطه تانيه. اتفضل. الوقت دايما ما بيبقاش معانا حضرتك. لو ربنا كرمنا ان شاء الله باذن الله وفوزنا بالمباراه يوم 22، انا عندي الاسبوع اللي بعديه على طول النهائي في مصر برضه. فانا يعني طبعا هو يعني الواحد ما بيحبش يسبق او بتاع، بس عايز اعرف بقى
وانا لو ربنا كرمني ان شاء الله وكرم مصر النادي الاهلي وصلت النهائي اقعد لغايه قبل الماتش بيقول مش عارف انا عددي قد ايه. لا لازم تجهز من بدري ولا ناخد مبدا بقى ناخد مبدا من دلوقتي. صح صح يعني نشتغل على فتره طويله او يعني هي مش طويله ولا حاجه يعني الفتره الحسابيه مش طويله ولا حاجه يعني مش هاجي استنى يوم 22 23 ابتدي اسال عشان ماتش 27 وفاضل لي اربع ايام وانا ما عنديش تذاكر. تمام ارجو يعني انه الناس يعني الحقيقه الناس متعاونين وكل حاجه بس انا بحب اطمنهم انه لو 80 هعرف انظمهم كويس ما عنديش مشكله يعني. النادي الاهلي ما عندوش مشكله في تنظيم ال 80,000 مش ال 40. وخصوصا بعد الشكل المتميز جدا ما جمهور مصر اللي حضر المباراه ده ما انه اهلاوي واسماعيلاوي ومن المحله وجمهور مصر يعني كلها صح؟ هو مصري في مبادرك مش حاجه ثانيه اللي هو جاي ماتش الاهلي مصري برضه. طب ما عارف اما بتتناقش وتقول الكلام ده يقول لك جمهور المنتخب غير جمهور الانديه. لا يا فندم هو نفس الشخص هو نفس الشخص المحب للكوره هو اللي بيشجع المنتخب على ما هي حضرتك يوميها في النادي الاهلي كان في شاشه كبيره في كل الثلاث انديه شفت الصور والناس وفي نادي الزمالك كان فيه وفي نادي الجزيره كان فيه وفي نادي اليوفيس كان فيه والناس قاعده مصريين وهم دول رايحين ماتش الاهلي برضو اللي هم نفس المصريين اللي هيقعدوا في الزمالك يشجعوا الاهلي وقعدوا في الجزيره يشجعوا الاهلي يعني زي حضرتك الزمالك لما كان وصل النهائي كنا بنشجع الزمالك وانا رحت حضرت المباراه في الملعب انا والكابتن سمير عدلي كنا قاعدين بنشجع الزمالك ومشينا يعني حزانا ان احنا ان مصر خسرت النهائي مش نادي الزمالك يعني. يعني اعتقد ان هو نفس الجمهور مش حد تاني يعني مش حد جاي من بره يعني. يعني خلاص عشان ناكد المعلومه بتاعت حضرتك اللي جاي موافقه على 40 انت هتشتغل على ال 40 لكن هتطالب بال 20,000 جاء 10 كمان مفيش مشكله يعني كل ما نحاول كل جمهورنا تمام تمام. سيادة اللواء عندي موضوع مهم عايز اكلم حضرتك فيه وهستغل بقى وجودك معايا بس اوعى تنسى عهدك معايا اللي على الشاشه الجماهير عماله انا مش ناسي واول هكلم حضرتك وابعتها لك اول. طيب اللي انا عايز اكلم حضرتك فيه والنقطه المهمه بالنسبه لي انت عارف انا ما بحبش ادخل اي حد من النادي في اي قضيه بنناقشها بنقول ده بيتنا بنناقش المواضيع بالقيم اللي احنا اتعلمناها والمبادئ الصحيحه اللي احنا اتعلمناها. انت عارف اللي في ناس كتير قعدت تتكلم اللي مش عارف مجلس الاداره هيعمل الانتخابات على يوم واحد ويبتدي الفكره هنا اللي عايز حضرتك ترد عليها اللي فيه البعض بيكذب كذبه ويبتدي يصدقها اللي كذبها واللي حواليه يصدقوها يبتدي تتناقش واول ما تحصلش قال لك احنا اللي غيرنا وصلت لك وجهه نظري؟ بص على اتفضل احنا من الاول متفقين مع باشمهندس انه الانتخابات هتبقى يوم جمعه خلاص ده اتفاق كان موجود جوه مجلس الاداره بالتنسيق معايا على انه انا اللي هبتدي اعمل ايه امال ايه امال ايه وسط الاسبوع انا ما انا حضرتك ده ما طلعش من النادي من عندي انا مش مسؤول عن الناس اللي بتتكلم خالص تمام كان الاتفاق على يوم جمعه المدير الشباب والرياضه الحقيقه كلموني في تليفون مرتين ثلاثه قالوا لي ابعد عن 24 و25 لو سمحت قلت لهم مش هبعد عن حاجه اللي عايز ابعد عن حاجه يخاطبني رسمي عشان انا اعضائي ما ينفعش ان انا اجيبهم في وسط الاسبوع في منطقه زحمه في مدارس في جامعات واقول لهم اصل انا ليا مذاكره في وسط الاسبوع لابد ان انا اصلا يعني زي ما احنا التزمنا في اللائحه على يوم جمعه وسبت وعلى مقرين وفي عطله في العطله الاسبوعيه انا مش هاجي بقى في الانتخابات اللي هي يعني اتقل واجي اقول للناس في وسط الاسبوع ايه هو بس هو في حاجه بس هو فضل. ايه مصلحه المجلس ده او اي مجلس يعني انها تبقى في نص الاسبوع هل حضرتك ملاش اسهل هل حضرتك ان في احد المرشحين هم مؤيدين ليه ما بيشتغلوش وقاعدين في البيوت ففي نص الاسبوع بالنسبه لهم ظريف ولا يعني ما انا مش فاهمها برضه لما جالنا الجواب رسمي ان 24 و25 لا فالباشمهندس صحيح لما اجتمعنا قال انا نزلت مصر ان انا ما اجيبش اعضائي في نص الاسبوع وجاء في الجواب قال تلافي مكتوبه كده تلافي 24 و25 وبحث مدى امكانيه 27 28 30 طب 27 يوم اثنين 28 يوم ثلاث 30 يوم خميس فالحقيقه بصينا طب في اجازات فطلعنا اجنده الدوله الرسميه طلع 30 ده اجازه رسميه بمناسبه المولد النبوي الشريف موافق خميس اعتقد خميس قلنا خلاص اجازه رسميه اذا ما فيش لا مدارس ولا جامعات ولا شغل ولا حكومه ولا قطاع خاص كله اجازه. يبقى الخميس زي الجمعه فخلاص يبقى الخميس 30. بس يعني الموضوع سهل وبسيط ومش محتاج
يعني مش محتاج استنتاجات. وبعدين يعني نخلي الكلام اللي يطلع من مجلس الاداره الرسمي هو ده اللي يبقى النادي الاهلي مسؤول عنه. معلش الجمله دي تاني عشان انا عندي موضوع مهم عشان افهم الناس، يعني لازم القرار اسمع الجمله دي من حضرتك تاني. اللي هو ايه حضرتك؟ اللي هو مفيش يعني اللي الدنيا كلها تطرح مواضيع، لكن طالما ما طلعش حاجه من النادي رسمي ما اقدرش اناقشها ولا اتكلم فيها. اساسي اللي اتكلم فيها وانا ما يعني احنا عاده ما بنردش حضرتك، بدل ما طلعناش قرار رسمي اي حاجه تتقال خلاص انت كل واحد يقول هو عايزه حضرتك. بس الناس تبقى فاهمه، انا بقول للناس اعضاء النادي والناس ومحبي النادي الاهلي، اللي يصدر اللي يطلع رسمي زي ما بكلم حضرتك كده ده رسمي. لما اقول لحضرتك النهارده انتخابات يوم 28 اصبع مدير تنفيذ النادي الاهلي قال 28 ده يبقى رسمي، ما يقدرش يقول ده قرار لوحده او قرار خاص بي. لا خلاص كده يعني زي ما بيقولوا شربناها. فاللي بيطلع رسمي النادي الاهلي هو ده النادي الاهلي يتحاسب عليه. تمام. ما بيطلعش عندنا حضرتك حاجه فرديه، القرار بيبقى جماعي، مجلس اداره بيقولوا لي اعلن كذا بعلنه. سيادة اللي هو كلام كتير جدا عن جال حضرتك فاكس للنادي الاهلي وبيتقال المباراه بقت 21 ولا 22، الناس بقت مشتته، ناس بقت تقول 21 وناس بقت تقول 22 لمباراه النجم الساحلي، الحقيقه فين؟ حضرتك برضه ناس قالت وناس قالت وناس قالت، ما اعرفش اللي قال 21 ده جايبها منين؟ وسمعت برضه قال لك ده انا جايبها من الاتحاد الافريقي، ما اعرفش اصل الاتحاد الافريقي مثلا النادي الاهلي مش من ضمن يعني الناس اللي هتختار، لا ما عدا 22 وبرضه ما فيش اي حاجات ولا فاكس ولا جواب ولا اتصال ولا اي حاجه قالت 21 ناس 22 في ميعادها زي ما هي الساعه 7 ان شاء الله. الساعه 7 باذن الله. سياده اللواء ده برنامج حضرتك وبرنامج كل اهلاويه، حابب تضيف اي حاجه، عايز تقول اي حاجه ثانيه؟ لا يعني زي ما قلت قبل كده، بس مش عايز كلامي يبقى مكرر او ان هو يبقى يعني دمه تقيل، لكن انا برضه جمهورنا احنا بنعتمد عليكم اعتماد كلي، ومش هقول بقى الدخول والخروج والانتظام الكلام ده، خلاص الجمهور بتاعنا عداه الحمد لله، ما ينفعش الكلام فيه لان هم يعني على وعي اكبر بكتير قوي من اللي انا هقوله. فوجودكم معانا بيطمنا، بيحفزنا، بيشجعنا، بيكسبنا ان شاء الله. ست اللواء افتح التتش، ست اللواء اتكلم مع مجلس اداره النادي الاهلي، افتحوا التتش لجماهير النادي الاهلي، تدي الدفعه المعنويه والروح من تاني، اشحن البطاريه للعيبه. ست اللواء هنشحنها يا كابتن شادي ما تخافش، كل حاجه مترتبه. المدير التنفيذي للنادي الاهلي المحترم اللواء شيرين شمس، انا بشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا. خلينا نلخص المكالمه لكل الحاجات اللي بتتقال والعبس اللي في السوشيال ميديا وبعض البرامج اللي طول الوقت عايزة بعض السلبيات وخلاص، أي كلام في سلبيات وخلاص. خلينا نتفق مع حضراتكم على اللي قاله سيادة اللواء، هو ده اللي هيحصل. المباراة خلاص يوم 22، الكلام ده لا أساس له من الصحة، الساعة 7 مساء على استاد برج العرب. النادي الأهلي زي ما قال سيادة اللواء شيرين شمس بعت خطب الأمن ب 60,000، الأمن قال لك لا 40، والنادي الأهلي خلاص هيطبع ال 40 لكن هيحاول يبقى في زيادة 10-20، وده اللي احنا فهمناه. كمان قصة الانتخابات مش عارف المجلس الإدارة عايز يعملها يوم 3 ولا مش عارف عايز يعملها يوم إيه، كل ده طلع بالونات اختبار، وزي هرجع أكرر تاني تكذب الكذبة وتناقشها وتقعد تتكلم فيها، لكن تيجي في الحقيقة ما فيش أي تصريح رسمي. فدايما كقناة نادي رسمية أو مجلة نادي أو موقع رسمي أو أي حاجة تخص النادي الإعلامي هي اللي بياخد منها المعلومة، عشان كده بنبقى احيانا عارفين مثلا في صفقه ولا ما اقدرش اعلن غير لما يبقى في معناه عارفين، بيبقى قدامك انفراد وامانه اللي انت تحافظ على النفس، بتختار الامانه مع ان الجمهور عايز الانفراد، ودي حاجه تعلي مننا وتعلي من شاننا وتصنفنا والكلام ده كله، لكن بنختار الامانه اللي هي تحافظ عشان دي قناه نادي. اللي هتكلم فيه النهارده عندي موضوعين، موضوع الجماهير انا فتحت 50% منه مع سياده اللواء شيرين شمس، ما هنا تصريحات سياده الوزير فين؟ اللي قال لك اللي الاهلي هيقوله تمام. تاني هو في حاجه غلط، يعني بصراحه انا عايز اتكلم بمنتهى الامانه مع حضراتكم، هو في حاجه تخص النادي الاهلي غلط مش مفهومه. اما بقى في حاجه شخصيه مع المجلس ده، انا بتكلم بمنتهى الصراحه، هو انا معودتكم على كده، ما عندناش خطوط حمراء فبنتكلم بندردش مع بعض، لان احنا منكم ما بيبقى ما فيش برنامج تلاقونا في المدرج معاكم، بتلاقونا بنتابع زينا زيكم، بيتقالي على الاهلي بنبقى عايزين نعرف حاجه قبلكم، فبنتعامل بالمنطلق ده. فهي في حاجه غريبه، يعني
كلام الليل مدهون بزبده زي ما على راي المثل ما بيقولوا كده. هو نطلع نقول كلامه على ارض الواقع ما فيش كلام. هو الاهلي ده مش بيمثل مصر؟ هو الاهلي ده لو راح كاس عالم بالانديه ومنتخبنا في كاس العالم هيبقى في عهد مين؟ الناس لو تفكر لمصلحه رضا هتريح نفسها والله العظيم. يا جماعه الكوره للجماهير، الكوره للجماهير مش للمناصب ولا الاستوديوهات ولا لاي حاجه خالص. بقت اوفر قوي. وعلى فكره مش بنزهق، احنا مكملين لغايه لما الجماهير تبقى في المدرج، ما عندناش حتى لو احنا في بيتنا هنكمل، مفيش مشكله خالص، لان هي دي الحقيقه. لعيبه مصر تخيلوا معايا المشهد اللي انا هقوله ده. دايما كلنا بنتكلم عن الحاجات الايجابيه والسلبيه خلاص مش عايزين نشوفها دلوقتي، احنا شعب بيفرح، شعب بيفرح. فتخيلوا المنتخب مصر وصل كاس العالم وفي 20 في المدرج زي ما بنشوف في الدوري، ولا في 30. ايه الشكل ده؟ ايه المنظر ده؟ ما هي نفس الفكره. جمهور الاهلي جماهيره بالملايين في كل مكان، وفي المحبين من الانديه الاخرى بيحبوا يروحوا يتفرجوا على النادي الاهلي في المحافل اللي هي بيمثل مصر فيها. الاهلي لو كسب هيرفع علم مصر قبل ما يرفع علم النادي الاهلي. النادي الاهلي هيروح يتعامل عالميا هيقول الاهلي المصري. فاحنا ليه سلبيين قوي كده مع الموضوع؟ وهرجع اكرر اللي انا قلته امبارح، اكتر حاجه عجبتني في تكريم سياده الرئيس اللي هو بعدها بساعات، بعدها بساعات والفرحه موجوده، والفرحه موجوده. تعالى انت فرحت شعب، تعالى يا كوبر، انت وهاني ابو ريده، انت واتحاد الكوره، انت واللعيبه الرجال، تعالوا اتفضلوا. اكبر قياده في الدوله بتكرمك، اكبر قياده في الدوله بتكرمك بعدها بساعات، عشان الحلاوة الفرحة كاس العالم، حلاوة الانتصار، حلاوة القصة اللي انت بعد 28 سنة. لو قعدت يوم كمان الفرحة تقل، بعدها بيومين الفرحة، بعدها بثلاث ايام اهل الشر اللي بنتكلم عنهم هياخدوك في قصة تانية بقى، في حاجات تانية في السياسة وحاجات ما تخصناش. لكن احنا الجميل فيها اللي هي بعدها بساعات. لكن بعدها بساعات ايضا انا شايف تصريح لوزير الرياضه المهندس خالد عبد العزيز، قال لك الجماهير للاهلي هيطلبوا، هو اللي هيحصل اللي هيقدموا. طب الاهلي قدم 60 يا سياده الوزير، لقينا بقى 40. عايزين نطلع نشكرك هنا ونقول مره بنشكرك اللي وقفت جنب الاهلي. طب بلاش الاسماء، اوف جنب الكيان ده وجماهيره، بلاش كل ده، نجاح لحضرتك لما اي حاجه تخص الجماهير يبقى في الاليه واللجان بتشتغل لصالح الرياضه المصريه. والله انا بكلم يعني والله بحب، ولا ليا مشاكل مع حد ولا عايز يبقى ليا مشاكل، بس انا عارف ان كلمه الحق بتضايق. احنا تعودنا كده، ميس هجص طبطب دلع زيف حقايق، تبقى ده تبقى بص ايه البطل ده، ايه الراجل المحترم ده، ايه الراجل اللي برنامجه متشاف ده. هو كده كده متشاف، مش مستنين راي من حد، لكن اللي عايزين نقوله تقول الحقيقه. ايه يا جماعه ده، بصوا بيهاجم الناس. ايه يا جماعه ده قناه الاهل، يا جماعه يا جماعه عيب، مش ده اللي بتشوفوه. فاحنا مكررين اساسا في كل حاجه، متكلمين مع فريق العام في كل حاجه، فمش ايه اللي تخاف منه، اللي دايما اللي ما فيش على حاجه تخوفه ولا حاجه تمس سمعته ولا حاجه اخلاقيه ولا مشاكل ولا الاراء. كلنا بنختلف، كلنا ممكن حد صاحبك انتيمك عشره حياتك وارد تختلف، الاخوات بيتخانقوا مع بعض، مصارين المعده بتخانق مع بعض زي ما بيتقال عند رجل الشارع البسيط. لكن طالما ما عندكش حاجه تمس الشرف دي بتبقى عار في تاريخك طول الوقت، بتحاول تغسلها وتخلي الناس تنساها. هو ده اللي بنقول، ما عندناش الكلام ده، نخاف من ايه؟ فعايزين الجماهير تبقى موجوده. خلاص يعني خلينا ناشد مره تانية وزير الداخليه المحترم، سياده وزير الداخليه اللواء مجدي عبد الغفار، رجاء الاهلي بيلعب باسم مصر، وصدقني الجمهور هيشرف حضرتك. مديرية أمن اسكندرية دايما بتشيد بجمهور النادي الأهلي، مباراة الترجي مديرية أمن اسكندرية أشادت بجماهير النادي الأهلي والشكل الجميل الرائع ومفيش أي تجاوز،
وبتفتش قبل المباراه، ده كلام محترم. فمناشده لسياده وزير الداخليه، الاهلي بيمثل مصر والشعب بيفرح. كره القدم يا فندم ويا سياده الوزير الشباب والرياضه واتحاد كره القدم ويا المسؤولين داخل النادي الاهلي، كره القدم ليها معاني كتير اتكلمنا فيها امبارح. يكفينا فخر بعد علم مصر الاهلي ياخد بطوله افريقيا، الناس كلها تنزل الشوارع من تاني وتمسك علم الاهلي مع علم مصر، وتلاقي الناس عماله تغني وفرحانه وتوعي الناس. شايفين الفرحه عامله ازاي في ظل ناس بتصدر احباطات، احنا نصدر سعاده الرياضه. طب انا هسال سؤال لحضراتكم في واقعيه شويه. النهارده عشان عايز تفرح الشعب ده وتعمل احتفاليه في كل ميادين مصر، هنصرف قد ايه؟ بصوت العقل اهو، هنصرف قد ايه عشان نفرح الناس؟ هنصرف ملايين مليارات، احنا 100 مليون 104 مليون، الكل عايز يفرح. في ناس يعني نفسها فرحه قد كده. طيب ما هو الحدث اهو، كاس العالم اهو، ده مثال قريب، والجماهير راحت وشرفتنا ورفعت راسنا. استغل الحاله دي، والاهلي عنده ماتش في افريقيا قريب جدا، وناخد القرار ونبتدي نتكلم في نظام عشان تدونا كمان اوبشن نوعي الجماهير. هتتفتش وانت داخل، هتخش تشجع فرقتك، اللي يغلط يتعاقب بالقانون، هو ده اللي احنا بنقوله، ونساعد القانون عشان ما فيش دوله بتنهض الا غير بالقانون. مش ده صوت العقل اللي انتوا عاوزين؟ فأتمنى نحط في الاعتبار اللي أنا بقوله، لو في احتفالية كبيرة هننظمها ندي دعوات ل 104 مليون هنصرف مليارات. فدي فرحة إن شاء الله قريبة، فالكل يساعد، فرحة مجانية، نحط إيدينا في إيدين الجماهير ونثق فيهم. صدروا الأمل على فكرة. عارفين الناس بره والرياضة هتتغير لما تلاقوا الكلام ده هنا، ومحتاجة سنين عشان دي الحقيقه. عارفين الناس بره مثلا على سبيل المثال بتروح مثلا بروسيا دورتموند، وتروح ليه جمهوره اللي بيحضر، يروح يلعب بايرن ميونخ بلا جمهوره يملى نص الملعب زي التاني بالظبط. عارفين ليه؟ عشان لازم نعمل ده. الاتحاد في اسكندريه يفتح ابوابه الناديه لاولاده عشان الشعبيه تكبر، وعشان تعلموا الانتماء، بالتالي مش هتلجأ للشيرة كتير، هيظهر لك عناصر شابة محترمة. اتكلمنا كتير، وتستغل طاقة الشباب كمان في التشجيع بتاعك. طيب ادي دي نقطة. النقطة التانية، بيبقى عنده انتماء للنادي ده، فبالطبع يبقى عنده انتماء للوطن، لأن الرياضة الحاجة الوحيدة اللي بتجمع الشعوب، الحاجة الوحيدة اللي بتخلي الأعداد الرهيبة دي حضراتكم بتشوفوها. هل ده اللي بنقوله كمان في حاجه عيب؟ احنا بنسال بقى اللي بينظروا، ده عيب؟ قولوا لنا برضه، ابعتوا لنا، احنا الصفحه موجوده بتاعت البرنامج وصفحه القناه. ولا ده خوف على الرياضه المصريه ومصلحتها؟ الكره للجماهير، الكره للجماهير، الكره للجماهير. نستغل فرحه الشعب، الشعب بيفرح. الناس كلها، الشباب الصغير بقى عارف لعيبه اوروبا اكتر من لعيبتنا هنا في الدوري. الشباب الصغير هرب من الرياضة المصرية، صدقوني أنا عارف، أنا بقول كويس. حافظ ريال مدريد فيه مين، وحافظ برشلونة، وحافظ مانشستر، والدوري الألماني فيه، وبايرن ميونخ. الشباب عارف كل ده. لو عارف لعيبة ولا اتنين غير النادي الأهلي والزمالك، أنا بكلمكم بصراحة، هيبقى صعب جدا، مش هيعرف. وممكن أعمل العينة عشوائية، أفتح التليفونات دلوقتي وحضراتكم تسمعوا، قول لي 25 لاعب المقيدين في اي نادي، مش هيعرف، لانه هارب ولا عايزه كمان. ده الجديد اللي ولا بقى في تلفزيون ولا مدرج، حاجه صعبه جدا. مصر كبيره قوي يا جماعه، بس الشغل الكسل، البطء، بنشتغل متاخر. الواحد يعني عنده عمره كبر وبيكبر وبيكتسب خبراته، عايشين على فكرة واحدة، تحرك متأخر، تحرك يبقى عندك ميعاد الساعة 6. كم واحد بيعمل كده؟ أنا بسألكوا على الشاشة اهو وبندردش مع بعض.
كم واحد بيبقى عنده مشوار مثلا الساعه 6 بيروح نازل 6:30 انت الطريق واقف مش عارف كانت معدتي وجعاني طب هشرب اليانسون دواء كم واحد بيعمل كده مفيش بره الكلام ده طيب ايه كمان اصل انتوا عايزين تعلموا من بره فاحنا لفينا العالم والاهلي كان السبب فتروح عايز تعمل شوبينج وتروح تشتري حاجه فتلاقي طابور عريض عريض كده طويل فتروح لازم تقف انت هنا بتعمل كده هنا يعني هناك بتفضل واقف ملتزم يعلمك الصبر يعلمك الانضباط يعلمك الاحترام الاخر طابور بيعمل 7-8 حاجات وثقافه شعب انا مش بقلل من شعبي لان انا بحب الوطن ده واحب واعشق ترابه واحب شعبه فبس بدي حاجات لازم نتخلص منها طب ايه كمان تيجي انت هنا بقى اعكس الطابور على سبيل المثال انا بديكوا حاجات بسيطه ممكن البعض يتريق بس بديكوا دايما بحب اتكلم البساطه في الامور السهله فتعالى هنا في الطابور تروح تلاقي طابور تروح داخل قدام 6-7 انا عندي ميعاد متاخر الحاجه في المستشفى مش ده بيحصل ده حجج عشان ما عندكش الصبر ما عندكش النظام ما عندكش وهو ده فاللي بيغيره المسؤول هقول لحضراتكم على حاجه اخيره وانت ماشي في الشارع وجيت لقيت هتدفع 20,000 جنيه لو انت صف تاني على فكره كل ده مرتبط بالرياضه وكل ده مرتبط بالبلد وكل ده مرتبط بالثقافه وكل ده مرتبط لان انا بطمنك لما بيبقى فيه نظام وانضباط وتمشي الناس عليه بيبقى فيه قانون بيطبق كلنا بنمشي في الصف فلو لو لقيت عربيه صف تاني اي عربيه صف تاني 20,000 جنيه حد هيغلط يا جماعه برجعكم لايام الثوره ما كانش فيه عربيه في الشارع الواحد اتجنن فين العربيات فين الزحمه مفيش عربيه حتى العربيات قدام بيتك مفيش اي حاجه كله العربيات كلها اختفت ما انت بتعرف تشيلها هو بتعرف تبقى منضبط هو لازم يبقى في محنه ولازم يبقى في حاجه صعبه فمن هنا بقى اربط باللي انا بقوله لازم يبقى عندي الاراده لعوده الجماهير في المسؤول لازم يبقى عندي الاليه الحقيقيه لازم يبقى عندي ثقه في جمهوري لازم اخرج من بره الصندوق واخرج من فكره احنا بنمر بظروف استثنائيه وتقعد ويخوفك وتقعد على جنب كده والمشكله اللي في ناس في الاعلام بتساعد الكلام ده اللي في لجنه واللي مش عارف فين واللي في لجنه مش عارف فين كله ما احنا عارفين كل حاجه ما اللي بيشتغل في الاعلام ده عارف كل حاجه بس بيضطر يسكت في ناس بتقبل بناء على نفسها الكلام ده احنا من هو قابل واللي عايز يقبل يقبل احنا من لكن الناس تشوف الغلط ده غلط لازم يبقى عندي الاراده الحقيقيه على لعوده الجماهير تعبنا بقالنا 3 سنين بالنادي ما تخافوش ما تخافوش ما تخافوش شايفين الجماهير مع منتخب مصر مع الاهلي مع زي ما بيحصل تجاوزات طبق القانون لكن احيانا برضو بنطالب بروح القانون لان ده جمهور اتمنى الرساله تبقى وصلت واتمنى من سياده وزير الداخليه ما قداميش غيره دلوقتي اللي نزود 10 كمان ولو قدرنا نساهم في العشرة دول يبقى بكتر خير سياده الوزير خصوصا اللي احنا بنفرح والاهلي جماهيره بالملايين ولما العدد بيبقى كبير محتاجين الاهلي بيلعب باسم مصر مباراه مهمه جدا 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 الحاجه الاخيره اللي انا عايز اتكلم فيها كنت وعدت قبل كده مفيش حاجه اسمها انتخابات ومفيش حاجه اسمها نتكلم في كده دلوقتي لكن عشان نحسم الجدل اللي موجود بنعلم مره اخرى احنا حياديين دورنا في البرنامج وتاكدوا تماما من اللي انا هقوله دلوقتي كل واحد بيميل لطرف عشان ينتفع هنكشفه لحضراتكم. جوه النادي وبره النادي. اهو خليكم فاكرين كلامي اللي انا هقوله. دوري البرنامج ده هيفضل مكمل وشغال على اللي انا هقوله ده. كل اللي هيمثلوا النادي الاهلي في الانتخابات فهم ولاده. محترمين، مخلصين، اوفياء قادرين على خدمة الكيان واللي انت تقود السفينة لبر الامان الكل اي حد هيترشح
لانتخابات النادي الاهلي عضويه، رئاسه، نائب، امين صندوق، الكل محترمين، الكل محترمين، والنادي الاهلي فيه كوادر محترمه مشرفه. الاهلي عنده ابناء مخلصين ورموز وناس لما تديها فرصه يشتغل في اي حاجه وتدي له اي مشروع، لا لا احنا غير. فمن هنا ده موقفنا، لكن ما ينفعش اقف اتفرج على حد عمال يموت في حد من المرشحين عشان موعود بحاجه ونسكت. ما ينفعش اشوف حد هينتفع هنا ويجي يركب على ناس فيقاتل هنا في غير الحق عشان يعلي طرف على حساب طرف. مش هيحصل. وبالاسماء، ومنها ناس بالفعل، لكن لكل حدث حديث. وده هيبقى الخط بتاعنا ايا كان مين الاسم هيتقال، ايا كان، حتى لو حصل من تجاوزات من طرف على حساب طرف اخر وتخرج عن القيم الحقيقيه، مش الاونطه اللي بتتقال لكم، القيم الحقيقيه والثوابت الحقيقيه اللي احنا اتعلمناها او العبد لا تعلمها مع الكابتن صالح سليم او مع الكابتن حسن حمدي والمهندس محمود طاهر واللي قبله والفريق مرتجي. في حاجات ما ينفعش مهما حد قعد يتكلم. فده موقفنا وده اللي حضراتكم هتشوفوه، وانا بوعدكم بده، وانتوا اللي قلتوا لي وبتبعتوا لي عايزين الحقيقه، قولها واحنا في ظهرك. مش انتوا اللي بتبعتوا كده؟ على فكره ده اقل مره بشوف بال 5000 رساله و 4000 رساله، سواء على التليفون الخاص او على صفحه البرنامج او على صفحتنا الخاصه شادي محمد الكره والجماهير، اللي انا بحذر البعض. في ناس مقلده الصفحه بالظبط وبتتجاوز في حق الاخرين، واحنا ما بنعملش ده، واحنا ما بنعملش ده. طيب ايه اللي انا عايز اقوله؟ والبدايه النهارده، وهبتدي من جوه البيت. القيم واحده والثوابت واحده. سيبوكوا بقى من فكره بقى الاهلي مختارك والكلام ده اللي هو ولا يغني ولا يسمن من جوع، او كمان المستهلك للاستهلاك، ده رايي انا مش هحيد عنه. الاهلي بقى مختارك ايه؟ مختارك وبياخد البطولات دي كلها السنه دي، ده انا اخليه مختارك بقى كل ساعه وكل ربع ساعه وكل خمس دقائق. لو هو انا باخد البطولات دي كلها بالكلام ده، ده انتوا عايزين تصدقوا وصدقوا، مش عايزين. انا قلت لكم اللي عنده حاجه تمسنا يقولها، لكن ما عندناش، عشان كده بنتكلم بكل قوه. واللي بيدينا كمان حاجه موجود سابق لاحق مش عارف ايه ياخدها، احنا بنحب الحلال. فسيبوكوا انا على مسؤوليتي اللي انا بقوله، وانا عارف اللي انتوا بتثقوا فيا. مفيش حاجه اسمها اختراق مخترق ومش عارف ايه وبتاع، لان احنا قاعدين وشايفين اللي بيكلمكم ده لبس عرق بفانيله الاهلي ويعرف قيمتها وقيمه جمهورها. لو شفت حاجه قدام عيني، مين ده مين اللي يسكت؟ مين اللي يسكت؟ لكن ما ينفعش ازيف مجهود، لان الظلم وحش. اللي يبذل مجهود شابوه، اللي انت عملت مجهود. ليه بتحاول دايما تعمل تفرقه؟ ما تقول له شكرا يا اخي اللي عملت حاجه كويسه. لازم تقلل ليه؟ تحت مسمى مخترق وتحت مسمى مش عارف ايه. هو جمهور الاهلي بيرحم حد لو في الكلام ده؟ كفايه عبث بالناس. عايزين تتاكدوا من اللي انا بقوله، انا هقوله لكم دلوقتي. قيم الاهلي واحده، وثوابته واحده، واخلاقيات جمهوره واحده، واخلاقيات جمعيته العموميه واحده، ويعلموا تماما مين اللي بيبقى صادق ومين اللي بيتلون، ومين اللي كل يوم بوش، ومين اللي كل يوم برأي مختلف. طيب مجلة النادي الأهلي منزلة حاجة انتقاد غريب الشكل. لا ارجع بقى للقواعد بقى. أنا هو ببتدي ببيتنا، في أكتر من كده جرأة؟ ببيتنا، ببتدي ببيتنا. مجلة الأهلي بيعمل مجلة ليه؟ خلينا نتكلم بالعقل مع بعض وسريعا عشان أستقبل ضيوفي. الاهلي بيعمل مجله ليه؟ عشان تطلع السلبيات اللي جوه النادي الاهلي. الاهلي يا جماعه في لعيب اتصاب بسبب المدير الفني او المدير الفني مش عارف قال له ايه، بيعمل مجله عشان كده ولا عشان يقول الاهلي في افريقيا؟ بصوا الدخله بتاعت جماهير الاهلي، بصوا النجم النجوم فلان الفلاني اخلاقياته عامله ازاي؟ تبرز الايجابيات. واحد بيعمل قناه ليه؟ عشان الاهلي اعلاميا
لما تاخد بطوله افريقيا في بطوله السله لاول مره في التاريخ اجيب الكاس والمدرب ونظهر التعب اللي تعبناه، ولا ده فيه غلط؟ عشان لما يبقى فيه لعيب مش متميز في مباراه انتقده باخلاقياتنا، اقول له انت غير موفق وحافظ عليه واحميه وابقى ظهره. عشان مدير فني في نقطه غايبه عنه، كابتن حسام خلي بالك احنا في ظهرك، بس في واحد اتنين تلاته اربعه. اللي عايز يسمع غير كده يتفرج على قناه ثانيه، لان قناه الاهلي اعلاميا قناه فئويه تحافظ على قيم وثوابت النادي الاهلي، ما بتتعملش قناه عشان تهاجم المسؤولين. انه عقل يقول كده؟ يبقى مجله دورها ايه؟ قناه دورها ايه؟ مركز اعلامي. مركز اعلامي مش دوره اللي يطلع بيانات. مركز اعلامي تقف حائط صد لكل اشاعه على النادي الاهلي. يتقال يوم 21 حضرتك تطلع اول واحد يوم 22 المباراه الساعه 7 تمنع الجدل. انت هي ده اعلامك القوي المفروض اللي انت تستخدمه. نبص في مجله الاهلي الاسبوع ده بتهاجمنا الاستاذ احمد سعيد. مش هقول انتمائك او مش هتكلم مش انتمائك لافراد، لان انا قلت انتخابات ما بتكلمش انتخابات، بينتقدنا ليه؟ طيب مش عارف ايه فيه وسم قاتل بيعمل شغل الاربعينات ده والنبي زهقنا منه، والعشرينات احنا في 2017. المجله بتتعمل عشان تحافظ على ناديك ورموزك واولادك، مش عشان تهاجمهم. ممكن نبقى اصغر في السن لكن نعلم قيم ومبادئ النادي الاهلي اللي رسخها جوانا. نفسي مره الاقيك مقاله بقى خرج المحبوسين، مش انت مجله النادي لكن واخد لي بوست عن واحد في صفحه عشان بيهاجمنا انت مش قادر تتكلم فبتجيبه. حضرتك بتهاجمنا في المقاله فيما معنى كلامها اللي احنا ما قلناش اللي الكابتن محمود الخطيب القيمه الرمز اللي هو نازل الانتخابات. حضرتك انا قناه رسميه، لما مجلس اداره النادي الاهلي الحالي هو كمان بيتقال اسماء، وانا ما قلتش برضه ولا هنا ولا هنا لان الكلام على السوشيال ميديا. هل على اخر الزمن الاهلي الكبير العظيم اللي عنده 60 70 مليون اهلاوي يدار ببوست عندت يا راجل؟ احنا بنفهم في الاصول وبنحب النادي الاهلي ونعرف ازاي نحافظ عليه، لكن تيجي النهارده تيجي تنتقدنا؟ طب انت ما نزلتش البيان اللي عندك، عارف ليه؟ عشان ما فيش حاجه رسميه خطبتني. كلام كله عشان لكن ده محترم وده محترم، ده مبدانا اهو اللي احنا بنقوله من اول يوم مع حضرات، ده محترم وده محترم. واي حد هينزل انتخابات هو يمثل الاهلي وجمهوره واعضاء جمعيته العموميه على الراس، على العين والراس، نشيله ونحميه ونحمي الكل. واللي يخرج عن القاعده نقول نقرصه، نقول له خلي بالك ده غلط، مش ده اللي اتعلمناه. تاني بتتعمل مجله يا فندم، وارجعوا للقاعده وارجعوا للثوابت، بتتعمل مجله عشان تحمي النادي واولاده ورموزه وتقف جنبها وتبرز الحاجات الجميله. ابو تريكه في محنه نقف جنبه، مش عارف مين كويس، عبد الله ربنا يرجعك بالسلامه، وهيرجع امتى؟ لكن مش بتعمل عشان تهاجم. على العموم على العموم ابتديت ببيتنا اهو، دي البدايه النهارده. لكن الكل اللي هينتفع من ورا النادي الاهلي عشان يخبط في ولاده وقعهم ما بين بعض، ده دوري اللي انا اكشفه بالاسم، ومعروفين بالاسم ومرصود كل حاجه. زي ما انتوا طلبتوا مني يا جماهير النادي الاهلي في رسائل كتير، انا عملت وهعمل ومش هخاف طول ما انتوا في ظهري بتقووني. فمن هنا مجله الاهلي كانت قرصه ودن صغيره، قرصه ودن صغيره. مش عايز اتكلم في تفاصيل بقى الاخبار مشينا ليه ومش عارف ايه الكلام ده كله، مش هتكلم فيه، لكن دي قرصه ودن صغيره. ارجع للقواعد والثوابت اللي احنا اتعلمناها كويس، وانت يا استاذ احمد سعيد ما تعرفش عنها حاجه. نطلع فاصل سريع ونستضيف واحد من اللي شرفون اراده جدعانه رجوله في وقت على السوشيال ميديا راحت الجدعانه والرجوله. واحد من ابناء مصر المخلصين بيستضافوه في كل مكان. انا مش مع المدرسه دي، واحنا كمان نجيبه. عارفين ليه؟ لان عندنا قيم جميلة ببلدنا. النادي الأهلي عمل حاجة محترمة امبارح كرمه، والنادي الأهلي سلمه وجود وسط النجوم، وبالصدفة طلع أهلاوي، حتى لو مش أهلاوي كان هيبقى معانا. بس دوري أقول لده وتعالى شوف ده واتكلم مع ده وشوفه بيتكلم ازاي وبيحب بلده ازاي. مش هقول اسمه، هقول اسمه بعد شوية واحنا بنكرمه
ولما يشرفنا. نطلع فاصل سريع ونستقبل واحد من نجوم مصر اللي زيه زي اللعيبه بالظبط وزيه زي الجهاز الفني. اختتم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري والمقرر إقامتها غدا ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري في ثاني مواجهات المارد الأحمر بالمسابقة المحلية بعد أن تأجل له أكثر من لقاء لمشاركته في دوري أبطال أفريقيا. فريق الأهلي استكمل صفوفه الاثنين الماضي بعودة اللاعبين الدوليين الذين ساهموا مع زملائهم في صعود المنتخب المصري إلى مونديال روسيا لأول مرة منذ عام 90. محمد صلاح وهوبا الله 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 يا بلاد الله. حسام البدري المدير الفني للفريق حرص على عقد جلسة مع اللاعبين طلب منهم خلالها إغلاق صفحة الاحتفالات والأفراح والتركيز في مواجهتي الاتحاد السكندري غدا والرجاء الاثنين المقبل كونهما هامتان في مشوار الفريق بالمسابقة المحلية وكذلك تعدان أفضل تجهيز لمباراة النجم الساحلي التونسي والمقرر لها 22 من الشهر الجاري على ملعب برج العرب في إياب الدور نصف النهائي في دوري أبطال أفريقيا وهي المباراة التي يسعى الفريق للفوز بها لاستكمال مشواره القاري وحصد الأميرة الأفريقية السمراء والعودة للمشاركة في مونديال الأندية مرة أخرى بعد غياب وزيادة أفراح المصريين. التحدي، الرجولة، حب الوطن والانتماء لناديك، وده اللي أنا كنت بحكي فيه من شوية. لما تبقى منتمي لناديك وبتحب الفريق بتاع ناديك بالطبع هتبقى بتحب منتخب بلدك. كل الصحف العالمية أشادت بضيفي النهاردة، اتكلموا عنه أجمل فرحة، وهتكلم معاه في أمور كتير جدا. بس عجبني كمان التكريم، والنادي الأهلي بيكرم من بارح اتحاد كرة القدم، الجهاز الفني، اللاعبين. كان موجود عشان ما ينفعش ان انت تنسى جمهورك، والجمهورك اللي هو عنده إرادة وتحدي وجدعنة ورجولة، وكمان بيبقى شريكك في النجاح. نروح لضيفي اللي مشرفني النهاردة، محمود عبد العظيم ابن مدينة السلام. محمود برحب بيك. اهلا بيك يا كابتن شادي. بص بقى محمود، قبل ما ابتدي معاك هقول لك على حاجة. انا عارفك اساسا حبيبي يا كابتن، لان اول مرة كنت اشوفك كانت في مباراة الجيش. تمام يا كابتن. وشفتك ما بين الشوطين انت بهرت كل السادة المشاهدين. في لعيبة ما بتعرفش تعمل 50-60 على رجلها، بكلمك بصراحة. ربنا يخليك يا كابتن. واللي انت ابهرتنا بالشكل ده، واللي كمان الصحف العالمية تتكلم عنك، من فرحتك جريت انت وزمايلك اللي كانوا موجودين تحت كمان استاف ذوي الاحتياجات الخاصة. حاسب لك البداية، حابب تقول ايه؟ حبيبي يا كابتن، اولا انا بشكر حضرتك جدا وبشكر قناة الاهلي، وحابب اشكر الكيان الكبير اللي انا بتشرف ان انا بنتمي له، كيان
المبادئ، كيان الحياه، كيان الاسلوب، كيان الاحترام. يعني ايه تبقى منتمي لكيان كبير زي النادي الاهلي؟ دي ده شرف كبير وشرف عظيم لاي حد يتمناه في حياته يعني. وبجد يعني مش لاقي كلام اعبر بيه عن فرحتي. بس حابب اوجه الشكر بجد لمجلس الاداره بقياده المهندس محمود طاهر، بجد يعني مش عارف اشكره ازاي. لا انا عايز اعرف منك ايه اللي حصل. يعني دعوه توجهت للمهندس هاني ابو ريده للجهاز الفني للاعبين، ايه اللي هو تواصلوا معاك ازاي؟ كلموني وقالوا لي عايزينك معانا. مين اللي كلمك؟ المجلس الاعلامي، وقالوا لي الباشمهندس محمود طاهر عايزك عشان هتتكرم في النادي يعني مع ولاد النادي اللي كانوا مشاركين في بطوله افريقيا يعني تصفيات، وكمان هيكرموا الجهاز الفني لمنتخب مصر. فطرت من الفرحه. كان عندي كذا يعني كان في قنوات كتير كلمتني، بس اكيد كنسلت كل ده عشان خاطر النادي الاهلي. بس انا عايز اقول لك على حاجه، دايما اي لعيب بيحقق بطوله بيجري على الانجاز او التكريم، عايز يتكرم، عايز يحس بمجهوده اللي تعب فيه او ده كلاعب. أكيد. انت النهارده كانت فرحه، الصحف العالميه اتكلمت عنها، موقع الاتحاد الدولي اتكلم عن فرحتك وده حقها، خصوصا كانت بالنسبه لنا غير طبيعيه. انت شفت كمان الصوره منتشره قد ايه. وخلي بالك وجودك، طبعا انت كنت موجود مع منتخب مصر، بس وجودك اللي انت بتقول انا اهلاوي ولابس تيشيرت النادي الاهلي، التكريم بيبقى مختلف من جوه بيتك. اكيد طبعا التكريم بيبقى مختلف، لان بتختلف الالوان، بس كلنا يعني بنتجمع تحت عالم واحد، عالم كبير اسمه منتخب مصر. لكن ان انت تنتمي لكيان كبير زي النادي الاهلي اكيد شرف لاي حد يا كابتن. وبجد كانت فرحة وغايبة عن مصر 28 سنة. والحمد لله ان هي رجعت لنا، واكيد واثق كل الثقة في جهاز الفني المنتخب بقيادة هكتور كوبر واللعيبة، لان احنا عندنا حد عالمي اسمه المجتهد بزيادة اللي اسمه محمد صلاح. يعني بجد يعني واثق فيهم ان هم باذن الله هنعدي الدور الاول من التصفيات يعني من كاس العالم. يعني محمود عايز اسالك كده يعني في حاجات بره الكوره، عشان ارجع بقى افهم منك وانت جوه الملعب وشاهد على كل حاجه وشايف الجماهير بتقول يا رب. احساس صعب جدا، احساس البطوله خلاص مش هتوصل والدنيا بتتصعب، بعد كده ترجع تاني تحسمها في اخر ثانيه، احساس غير طبيعي. لكن اللي انا عايز اسالك فيه في البدايه، انت علاقتك ايه بكره القدم؟ الواضح ان انت لعيب كويس. انا علاقتي ابتدت ان انا كنت بعد ما حصلت لي الحادثه وكده، الحادثه حصلت لي، ممكن نعرف بسبب ايه الحادثه؟ كانت حادثه حصلت لي وانا عندي 6 سنين، كنت خارج من الحضانه، عربيه مقطوره واخده محمله رمل واخده ملف بسرعه جامده، فخبطني وكده وقعدت سنتين في المستشفى، وبعد كده الحمد لله خرجت. الحمد لله رب العالمين. وبدات بقى يعني ايه اشوف ان الاولاد هم بيلعبوا كوره، فالاحساس برضو الكابتن بتبقى انت عايز زيك زي غيرك. بس يعني لا، كنت بصبر نفسي بكلمه الحمد لله، مع ان انا كان نفسي اصلا ابقى من صغري ابقى لعيب كوره كبير في النادي الاهلي. بدات اشتغل على نفسي، ابدا اقف على رجلي من غير العكاز، اقف ثابت كده، كنت بقى وبعدين قمت بقيت اكمل تحدي. بالظبط يعني، لغايه لما بدات بقى اتعامل بالعكاز واقف بيه. طب لو حد زقني هل هقع؟ لا، هحط العكاز لورا وبعد كده هرجع تاني. بتدرب نفسك لوحدك؟ طبعا لازم، لان هو زي ما انا ما قلت عكازي صاحبي. حلوه الجمله دي. اكيد. اسرتك، عرفنا باسرتك. البيت كله اهلاوي ولا مختلف؟ لا لا لا، البيت العيله كلها اهلاويه ما عدا خال واحد زملكاوي. بتناكف فيه وكده؟ كلنا بنناكف فيه، بس بنحبه اكيد يعني. طبعا. اخواتك مين؟ قول لي. عندي ام اميره دي الكبيره خالص، وعندي ام احمد اللي بعدها، وبعد كده احمد ابو محمد، وابراهيم ابو يوسف واحمد، وام مروان، وانا. ربنا يا رب يخليكم لبعض يا محمود. طيب
ابتديت تروح ماتشات للنادي الاهلي زي ما قلت لك من شويه، انا شفتك عملت ايه ما بين الشوطين في ماتش انا الجيش. اولا يا كابتن عايز اوضح بس، انا بروح من بدري، انا كنت انا اللي جريت ورا ابو تريكا، كابتن ابو تريكا في 2013 في نهائي اورلاندو لما اخر ماتش لابو تريكا لما الكابتن عبد الظاهر لما الكابتن عبد الظاهر جاب الجون والكابتن تريكا جاب الجون، معجون اهلي. انا انا اللي جريت ورا الكابتن ابو تريكا وسبقت المصور وجابوني هنا برضو في النادي الاهلي، ما استضافونيش في البرنامج بس جابوا اللقطه واتكلموا عنها في اليوتيوب ان ازاي ولد من ذوي الاحتياجات الخاصه بيجري يسبق المصور اللي عايز يصور مع ابو تريكا، يسبقه ويجري وابو تريكا يلمحه بانسانيته العظيمه، يقف له وياخده في حضنه ويسلم عليه ويبوسه يعني. فانا انا من زمان بروح الاستاد ورا النادي الاهلي يعني. طيب اللقطه يا رب تكون معانا ونعرضها بتاعه مباراه الجيش، انا بتكلم قبل بقى المتفاجئ بدايه الدوري السنه دي، انا تمام. كنت اول ماتش في الدوري، اول ماتش في الدوري وشفت لك اللقطه دي، ما هو انا بتتحكم في الكوره وانت ابهرت الناس وهي قاعده، خلي بالك. ما هو انا انا لاحظت ان يعني المقصوره والجمهور الشرفي الحاضر من النادي الاهلي كان مشدود بسبب حكم الماتش، لان بجد اتظلمنا جامد جدا يا كابتن، وكابتن يعني الحكم الرابع بجد كان اوريدي كان بيستفز كتير الجمهور القليل اللي حاضر من النادي الاهلي، وكانت لقطه جميله. وانا قلت لا لازم جامد قوي يا عم. ربنا يخليك يا كابتن. قلت لازم يعني لازم نخف الضغط شويه، فولد ولدين من معاهم الكوره قلت له بصيل الكوره احاول اغير الجو شويه بس، وقمت ونطط بالكوره. عايز اكلمك في الحدث بقى، انت قول لي كده كنت متفائل قبل ما تروح الاستاد، انا الماتش لازم نكسب عشان نوصل يعني قول لنا اليوم من البدايه ابتدى ازاي. هو بدايه التفاؤل جت من مباراه غانا واوغندا لما حصل التعادل، ابتديت بقى اعرف والدي ان انا خلاص هروح بكره، لان كان في شغلي كان صابح عليا اجازه اللي هو يوم الاحد. بتشتغل ايه؟ انا شغال محامي وبساعد نفسي بشغلانه بياع في محل ملابس. فبتشرب بده. طبعا خلي بالك، ودي جدعانه منك، ربنا يخليك. وانا بتكلم معاك بكتشف حاجات مهمه او معاني مهمه الكل يتعلمها، اللي انت عندك انتماء لنادي ودي حاجه كويسه، انتماء لوطنك ودي حاجه كويسه جدا جدا جدا، والكمان انت فاجئتني محامي وفي محل ملابس، ايه ما ده تحدي واراده ان انت تصنع نفسك بنفسك، ودي رجوله وجدعانه، عشان كده انا قدمتك. ربنا يخليك، ربنا يخليك. ادي اللقطه اللي انت كنت بتقول عليها دي تقريبا. ايوه دي لا دي بقى لما رحت قبل المباراه كانوا الدي جي كان مشغل اغاني وطنيه، فكنت بتفاعل انا وزمايلي من ذوي الاحتياجات الخاصه مع الجماهير، والجماهير كانت بتتفاعل معانا بحب وبود كبير يعني. والدك كان خايف قبل ما تروح عشان العدد كبير؟ لا كان قاعد يقول لي ما تروحش لا، لان انا كنت يعني مخلص شغلي، انا بشتغل 12 ساعه، كنت مخلص شغلي الساعه 1 بالليل، فالمفروض ان انا عشان اسافر لازم الساعه 8 الصبح. فقلت لو نمت مش هقدر اروح، وكان لازم اروح، فطبقت وركبت الصبح الساعه 9. رحت لوحدك؟ ركبت من السلام عندنا الرمسيس، ومن رمسيس لبرج العرب، واستقبلني الداخليه ناس محترمه جدا، ما كانش معايا تذكره، وده اللي انا غامرت بيه يعني. طب ازاي سافرت من غير تذكره؟ لاني بقابل شخصيات كتيره في الداخليه محترمه يعني. انا في ماتش الاهلي سمحوا لي ان انا ادخل في ماتش طلائع الجيش والاهلي، مع ان كان التجديد بره، كان تجديد متفق عليه بالظبط لا، وانا بحترم ده وما بحبش اسبب احراج للامن وللداخليه يعني، لان عارف ان ده شغلهم وغصب عنهم. كانساني ممكن يدخل، ما هو دخلوني كواجب انساني يعني. ان احنا كنا خمس اولاد. انا عايزك تحكي كل حاجه وانت داخل. قلت لهم ايه المسؤولين من الداخليه؟ لا قال لي تعالى انت هتخش، فهو مفكر كان مفكر ان انا معايا تذكره. قلت له انا عايز ادخل بس انا مش معايا تذكره يعني. فقال لي مش معايا. بصي مش معاك تذكره؟
فانا يعني اللي هو اتخضيت بقى، انا جاي كل ده هترجع لي تاني؟ فقال لي لا متخافش متخافش. نادى على امين شرطه وقال له دخله لغايه جوه. دخل معاك لغايه جوه؟ دخلني لغايه جوه بجد. تحيه يعني اكيد لوزاره الداخليه على الموقف المحترم، وللظابط اللي احنا ما نعرفوش اكيد بنحييه. هو دي العلاقه اللي بندور عليها، هو ده اللي احنا بنقول روح القانون والانسانيات، احنا شعب ده فينا. فتحيه ليه مره تانية أكيد. لكل ضباطنا اللي بيبقوا موجودين، انا بشوف تعاملات كلهم محترمين. محترمين جدا، وبالذات وخصوصا الامن المركزي يعني تعاملوا معايا كتير بكل ذوق بكل احترام. دخلت الاستاد الساعه كام؟ دخلت الساعه 1:30 يا كابتن. اوف، ما انا مطبق بقى. فدخلت بقى فما لقيتش غير صاحبي اللي هو ذو الاحتياجات الخاصه اللي هو القاعد على الكرسي. اول ما شافني هو مش بيتكلم. بيتكلم صعب. بيتكلم صعب. اسلام بتاع بجد والله. فقال لي اسلام ده جميل. لا اسلام عسل يعني. حضرت معاه كتير يعني. فا اول ما شافني من فرحته بيا لان هو عارفني وكده، كان عايز يقوم من على الكرسي، حبيبي حبيبي. وانا نزلت له حضنته. بيتكلم معاك، هو الرساله اللي قالها للكابتن حسام البدري عرضناها اكتر من مره. يعني لا هو كلمني وبجد انا بحبه جدا لانه عسل جدا. اسلام اهو. هو ده اسلام. اسلام هو اللي قال لكابتن حسام افريقيا يا اهلي. افريقيا يا اهلي. قال لي بقى حبيبي حبيبي. فقمت حضنه وطيت حضنته حبيبي يا اسلام، وكان معاه اخوه، فضلنا مع بعض يعني. وبدانا بقى نتفاعل مع الجمهور ونرقص. فبدا واحد جاب لنا كاس عالم. ابتدى المدرجات تتملي بقى. يعني المدرجات يا كابتن بدات من الساعه تتملي قوي، من الساعه 2 2 2 ونص بدات تتملي قوي، بدات تتملي اكتر وعدد بزياده الساعه 4. لا كانت احتفاليه كبيره. طيب وكان يوم جميل. في الماتش تحس ان الكونغو هتوصل كاس عالم لو كسبت؟ لا كانت بتلعب. كان احساسكم ايه في الملعب وهم يعني مش ده الكونغو اللي احنا نعرفه؟ تحس ان في حاجه مش واحد من ذوي الاحتياجات الخاصه يعني انا مش فاكر اسمه، قالوا في ايه يا ابني انت وهو، انتوا مش يعني انتوا مش بتنافسوا، انتوا بتعملوا فينا كده ليه؟ توقعوا قلوبنا ليه يعني كده؟ اللي هو بقى ومتعصب ودمه محروق يعني. بس ربنا يعني اراد ان الشعب ده كله يروح سعيد ومصر كلها تفرح. الحمد لله يا رب. الحمد لله. الحمد لله. كنا منتظرين الفرحه. طبعا. والفرحه بالنسبه لي الكبيره لما جريت مع كابتن مؤمن. لا ما انا عايزك تحكي ده، بس عايز اعرف منك، احكي لي انت قاعد بقى وشايف من تحت اكتر كجهاز فني ولاعب ومدرجات من فوق مليانه، لما جه فينا الهدف لا يعني المدرجات عملت ايه؟ انت سامع وزمايلك اللي حواليك وانت شخصيا عملت ايه؟ لا انا الجماهير عارف يعني، انت لو في وسط الماتش قبل ما يجيبوا الجون لو كنت واقف جنب الاستاد كنت تسمع ان الاستاد بيترج. بس في لحظه الهدف تحس انه صمت تام. سكوت. سكوت تام. احباط. احباط بطريقه رهيبه. انا واحد من الناس، انا حطيت ايدي على وشي ونمت على الارض. يعني انا نمت على الارض خالص، ما خلاص ما عيوني دمعت. وخلاص بقى اللي هو نمت على الارض ومش مش, مش قادر. انت بتقول لي بشجع الاهلي، والاهلي حتى الثقافه اللي بيتعلم لغايه اخر ثانيه، فانت في المنتخب وفي لاعب ده منتخب مصر، ليه جالك الاحباط ده؟ بص خليني برضو نعمل فرق. ثقافة النادي الأهلي اللي متعود بيلعب أكتر من 90 دقيقة أصلاً، إن إحنا متعودين إن إحنا ما بنفقدش الأمل لو الدقيقة 94 و95، متعودين إن النادي الأهلي لأ أنا هعوض هجيب جون. بس الفترة الأخيرة إن إحنا كان بيحصل لنا دروبات كتير في المنتخب، و ماتش زي ماتش اوغندا اللي كان هناك دخل فينا جون وما عوضناش. لا ودخل فينا جون بدري في الشوط الثاني وفي اول الشوط الثاني وما عوضناش يعني. بيحصل اللعيبه بيجي لها احباط. انا بحييك على صراحتك عشان دايما في البعض اما يتسال، خلي بالك احنا بتوع كوره تمام، وهدف يجي في التوقيت ده صعب جدا، خصوصا لما انت
بنتكلم، مش عايز اتكلم على فنيا بقى في المباراه، احنا وصلنا خلاص. لكن اما يبقى فريق بيقاوح معاك وبتاع، فبتبقى خلاص انت هو ده اللي جاب لك الاحباط وقلت خلاص صعب، صح؟ لا بس الفكره كلها انت احباط خوف، مش احباط ان انت مش واثق في اللعيبه. لا في فرق ما بين ان انت تحبط خوف، خوف بقى اللي هو انا خايف عليكم، انا خايف على الماتش يروح، انا خايف. لكن مش انا مش واثق فيك ان انت تقدر ترجع. لا انا وثقت ان احنا نقدر نرجع، لاني شفت محمد صلاح مره واحده يلا يلا اللي لعبته بزعيق بالتشنيك، وام مش باصص للجمهور يلا. اول ما محمد صلاح قال يلا للجمهور لقيت لك كله يا رب يا رب يا رب يلا يلا يلا. الجمهور سخن، خلي بالك. وانت بتتكلم دلوقتي بكلمك بجد والله، ما هو ما فيش حاجة اسمها في القيم واللي انت تستفيد، ممكن تستفيد من حد اصغر منك. انا وانت قاعد والله استفدت منك حد، يعني اللي هو ايه، الامل موجود طول ما انا أكيد عايش. اكيد اكيد في شغلك، على مستوى شغلك موجود، وبتقولي بروح بعمل كذا، ومش في ناس تتكسف تقول أكيد. لكن انت بتقول انا محامي وفي محل ملابس عشان اجيب احتياجاتي، اكيد ده اللي انت قلته لي. اكيد قلت لي لا زعلت وحطيت ايدي على راسي، لكن رجعت تاني اكيد، او ما فقدتش الامل اكيد. ده درس الكل، ما حدش يفقد الامل في اي حاجه، لهدف توصل له ايا كان مكانه فيه. بالاجتهاد اهم حاجه يا كابتن في الدنيا كلها، صح. الاجتهاد. محمد صلاح من المقاولين لبازل لتشيلسي لفيرونتينا لروما لليفربول، لا يعني كل ده بايه؟ بالاجتهاد. عشان كده انا في يعني مسميه الشخص المجتهد بزياده، يعني بيجتهد بيشتغل على نفسه، لو بيلاقي نفسه مقصر لا بيعنف نفسه، لازم ابقى احسن من كده. مش بيقارن نفسه بحد، لا بيقارن نفسه بنفسه، اللي هو لا انا كده مش كويس، لا لازم احسن من نفسي. فالاجتهاد بيخليك يا كابتن اي حد لو مش قادر يعمل اي حاجه، يعني انا مثلا لو مش شايف ان انا ممكن اقع في الحركه بتاعت صوره الشقلباز ممكن. طب انت ما دام اتكلمت على الصوره، معانا مكالمه مهمه جدا من صاحب الصوره الاستاذ عزت السمري، الصحفي بجريده الجمهوريه، وصوره الشهيره اللي لفت العالم كله وحديث العالم كله. استاذ عزت برحب بحضرتك. مساء الخير يا كابتن، الله يخليك، شكرا. ومساء الخير على الكابتن الجميل الصغير والكبير قوي قدام الشعب المصري. طبعا عمل اللقطه الجميله اللي انا لفتها له، سميتها له فرحه بقى. احنا سميناها فرحه. هدخل معاك على طول كده، وعايز اعرف يعني شعور حضرتك انت خدت صوره في فرحه يعني هتبقى غريبه للعالم كله وغريبه بالنسبه لنا، وواحده من اجمل يعني اجمل فرحه من وجهه نظري مع صعود مصر لكاس العالم بعد 28 سنه، هي فرحه محمود. شفت التناول الاعلامي بره للموضوع ومهتمين بالراجل دوت فرحان عشان منتخبه والصوره متاخده بالشكل ده، شفت الكلام ده ازاي؟ طبعا الحمد لله وتوفيق من ربنا يعني، ومبروك للشعب المصري. هو احنا كان متوقع لينا ان احنا نوصل كاس العالم باذن الله، وفرحه محمود هي اللي جسدت الوصول لكاس العالم. بالنسبه لجات الانباء، انا كنت متوقع ان السودا هتاخد صدى، بس مش بالقوه دي بصراحه يعني. ان هي كانت هتبقى في نطاق مش السوشيال ميديا، في نطاق الاعلام فقط يعني، في نطاق الجرايد، لكن وصولها للعالميه بالدرجه دي، وان موقع الاتحاد الدولي الفيفا يعتمد الصوره كانها صوره العام، دي كانت حاجه سعيده بالنسبه لي قوي قوي. استاذ عزت، الحاجه اللي بتتاخد من القلب بتوصل للقلب؟ طبعا يا كابتن بتاع انا بقالي 28 سنه في الملاعب يعني، مصور بشتغل في الكوره وبشتغل في الاحداث، بس اغلب شغلي يعني اغلب الكوره. كان قلوب الناس كلها كانت هتقف بعد ما دخول الجول، ويمكن محمود برضه من الناس اللي اول ما اخد بالي يقول لك انا قعدت على الارض ربنا يخليك وعيط. طب استاذ عزت، هو محمود عايز يقول لك حاجه، اتفضل يا محمود. قول يا محمد.
حبيبي يا كابتن عزت، انا مش عارف اشكر حضرتك ازاي بجد يعني. حبيبي انا اللي بشكرك بجد على روحك الجميل. ربنا يخليك بجد، مبسوط لان حضرتك سميتها اسم اجمل مما يكون يعني الفرحه. فحاجه جميله بجد منك يا كابتن. ربنا يخليك يا محمود، ربنا يخليك يا ابني، وربنا يوفقك، ورب يجعلني سبب اسعادك يعني. ربنا يخليك. انا قاعد بتفرج على الكابتن، خلاص انا ما عنديش كلام اقوله. ربنا يخليك يا كابتن، ما شاء الله عليك، الله اكبر، ربنا يحميك بيك ولاهلك. ربنا يخليك يا رب. تفضح انت يا استاذ عزت. للاداره والتحدي، انا ابتديت اغير يا استاذ عزت، ما احنا كنا بنلعب ونجيب بطولات وما ظبطناش في الصور ولا اي حاجه. خلي بالك انا كنت مصور برضه، حضرتك كنت ضحك. ربنا يخليك، انت كنت مميز يا كابتن وانا بحبك. خلي بالك يا محمود، خلي بالك انا زملكاوي عشان تبقى عارف. مفيش مع منتخب مصر زملكاوي. مفيش الالوان بتختلف. بقول له حاجه يا كابتن، بقول له انا زملكاوي بس بحب الاهلي. بسبب محمود. الالوان بتختلف يا كابتن عزت، الالوان تختلف بس هيبقى لون واحد بس، لون علم مصر. انتمائك ما شاء الله، ما شاء الله، حاجه جميله يا محمود، ربنا يحميك يا رب. ربنا يخليك. ربنا يخليك استاذ عزت السمري الصحفي بجريده الجمهوريه، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، ودايما الحاجه الجميله ما فيهاش فيها الوان، صوره رائعه، صوره معبره، عشان كده العالم كلها، كل العالم اخذها. محمود هرجع لك بقى في السيناريو اللي احنا عايزين نعرفه منه، ان ضربة الجزاء وصعبة جدا جدا، وأول ما الحكم صفر ضربة جزاء الناس كلها جريت، محدش مصدق، في ظل الإحباط بقى محمد صلاح يجيب ضربة الجزاء بتفرح 104 مليون. مفيش شك يا كابتن، أنت الشعب المصري كله معظمه ما فرحش الا لما ضربه الجزاء اتسجلت. يعني مش معنى ان الحكم صفر ضربه جزاء لا خلاص احنا وصلنا كاس العالم، لا لا، كان في حاله توتر شديده في ارض الملعب، بس هي يمكن اللي فرحوا بزياده هم الجهاز الفني واللاعبين اكتر كمان من الجماهير، لان الجماهير كانت برضو متوتره. لان انت متخيل يعني روحك بترد فيك في وقت صعب جدا، في وقت ما فيهوش تعويض يعني، وبجد مبسوط جدا وفرحان جدا، ومصر كلها فرحت، لان احنا يا كابتن كان المفروض نوصل كاس عالم اصلا سنه 94 لولا التوبه الشهيره، بس الحمد لله وباذن الله. ربنا دايما بيبقى شايل لك الخير. طبعا طبعا تجتهد، ربنا بيبقى شايل. اكيد اكيد اكيد، يعني دي رسالة جميلة، ان انت مفيش حاجة اسمها تفقد الامل في حاجة، لا انت بتشتغل زي ما قلنا. صلاح اشتغل وقال للعيبته يلا هنكسب وهنفرح الناس وهنوصل كاس العالم. طيب عايز اسألك برضو مهم جدا، انت طيب في الحاج عامر حسين رئيس لجنه المسابقات بالاتحاد المصري شافك معانا وحابب يعمل معاك مداخله. حاج عامر برحب بحضرتك. ازيك يا كابتن شادي؟ والف الف مبروك يا حاج عامر لمنتخبنا كلنا وكلكم والكل، فرحتوا الشعب يا حاج عامر. الحمد لله، مبروك علينا كلنا، كل واحد ادى دوره. منظومه كامله من اعلام، من امن، من قوات مسلحه، للجمهور الجميل محمود اللي قاعد قدامك اللي تعبني في المباراه. مليون مبروك يا كابتن. مبروك يا محمود. الف الف مبروك يا كابتن. ويقعد انت لعيب قوي يا محمود. ربنا يخليك يا كابتن، ربنا يخليك. اصل انا سلمت عليه في ارض الملعب. هم رتبه الملاعب، هم اللي بيلموا الكور، فلقيته اخذ الكوره بين الشوطين قعد ربع ساعه هو متحكم في الكوره. كابتن شادي سيطره غير طبيعيه. دي حقيقه. والتانيين لعيبه كوره. الكوره تهرب منهم فده لفت انتباهي. انما لفت انتباهي حبيت اخش علشان لازم نقنن الدخول الكابتن محمود وزمايله كلهم اللي هم متابعين الكوره، ما يروحش يبقى مش عارف داخل ولا مش داخل، او يروح اعصابه بيضاء ولا حاجه. ان لازم يبقى نقنن اوضاعهم ونشوف اساميهم كلهم ويبقى لهم دعوات تروح لغايه عندهم. طب خليك معايا يا حاج عامر، خليك معايا، هو محمود معاه الاسماء كلها. تمام تمام، فهو هيتواصل، هندي له رقم حضرتك بعد الهوا ان شاء الله، يتواصل مع حضرتك يديك الاسماء، بحيث ان الناس دي لازم نشيلها على العين والراس. اكيد
اكيد لازم طبعا الروح اللي هم فيها طبعا. انا كنت قاعد في الملعب في التراك في خلال المباراه، روحهم جميله جدا، بيدوا جو جميل جدا. بس عايزه بعض النظام، المفروض في ناس بعضهم بيروحوا دايما ناحيه نص الملعب عشان يتصوروا مع اللعيبه وهم طالعين من غرف الملابس وهم داخلين. لا، لازم اللعيبه تروح لهم لغايه عندهم. هم ما بيجروش ورا اللعيبه في الزحمه. حدد لهم مكان معين، اللعيبه هي اللي تروح تصور في نفس المكان اللي هم فيه. يعني لازم يبقى في نظام علشان ما يبقاش يمكن المباراه دي تغاضينا شويه عشان الفرحه كانت غير طبيعيه. صح، الناس كلها دخلت الملعب. هم دخلوا الملعب وانا جريت طبعا عشان انا خايف ان يحصل اي حاجه، لعيب يقع من الكونغو يقول لك حد ضربه من الناس دخلوا الملعب. يعني من يوم الماتش الطوبه ايه اول واحد بقى مرعوب. فلازم كل ده يبقى فيه. لا كابتن عامر، اللي وقع ده وقع من الفرحه، كان من الفرحه كان عايز يقوم من على الكرسي ونسي ان هو قاعد. يا كابتن خايف من دخول الناس. في ناس دخلت بس ضربه الجزاء بس مش كلهم. يعني معظم اللي قاعدين على الكراسي ما حدش فيهم دخل. واحد من الكونغو يعمل مشكله. لا، في ناس دخلت قدامك كيف مش أيوة. كلهم يعني معظمهم اصلا قعداء على الكرسي يا كابتن. يعني معظم اللي كانوا موجودين. انا معاك يا حاج عامر، في عدد رهيب جدا دخل واحنا بنتكلم، وانا اثق في حضرتك دايما في النظام والانضباط، وكنا بنتكلم على ده لو تفتكر قبل المباراه. تمام، وانا جريت وراهم الحقيقه عشان اكيد هم دخلوا بعد ضربه الجزاء، المباراه ما كانتش انتهت لسه. صح، فطبعا كان ممكن يحصل اي حاجه يكلفنا كتير. خاصة زي ما انت حضرتك قلت ان كانوا جايين بيلعبوا بروح غير طبيعيه. ما تعرفش هل ده طبيعي ولا مش طبيعي. فممكن لو مش طبيعي ممكن يتلككوا لاي حاجه. صح، ده اللي اكيد يعني. اكيد فلازم يبقى في نظام، لازم يبقى في وجبات زي ما بنجيب للمصورين في مباراه المنتخب والصحفيين الاعلاميين. وجبات لازم يبقى فيه، لان هم قاعدين من الساعه 1:30 زي ما محمود قال لك. فطبعا لازم نروح لهم لغايه عندهم الوجبات بتاعتهم والشرب وكل حاجه. يعني لازم يبقى فيها تنظيم، بان احنا عشان ما حدش بلغني طبعا قبل المباراه هما بيجوا ازاي ويخشوا ازاي. فطبعا لازم الحاجات دي كلها تتنظم. صح، فانا مستني تليفون محمود ان شاء الله يكلمني ان شاء الله باذن الله، يجيب لي الاسماء ونرتب الامور دي كلها ان شاء الله في المباراه اللي جايه ان شاء الله. حاجة عامر، انا بشكرك شكرا جزيلا، وزي ما قلت لحضرتك قبل كده الحاجه الجميله النظام والانضباط والالتزام بينجح على طول، وانا بحييك على مشاعرك الطيبه اللي انت بتحاول توفر لهم مكان. هو ده اللي احنا بنطالب بيه طول الوقت، خصوصا اللي هم إرادة وتحدي وقوة زي ما حضراتكم سمعينا. بشكرك يا حاج عامر شكرا جزيلا. جت ضربة الجزاء، الفرحة في الملعب، شفنا مؤمن بيرقص معاك وسعد سمير. سعد سمير وكهربا. قال لك ايه مؤمن وكهربا؟ قالوا لك ايه التلاتة؟ يعني مؤمن قال لي يلا، وقام رائص خد العكاز عشان شافك ما بين الشوطين. لا هو انا الاول كان بيرقص على السماعات، وبعد كده قمت مناول العكاز رقص بيهم مع الجماهير، وبعد كده نزل لي رقصنا مع بعض. وبعد كده مؤمن وكهربا الثلاثه الاثنين، يعني الثلاثه مع بعض ممكن تطلع فيلم كوميدي اصلا، يعني فيلم كبير يعني. فجرينا بقى الناحيه الثانيه، كهربا قال لي ايه ده يالا ده، وقام رقص معاه. لا حد جميل كهربا بجد. وكابتن سعد كمان دمه خفيف جدا، ومؤمن بقى جنن الجماهير بيه. فضل بقى معاهم ويلا. طيب لما رحت النادي بقى والتكريم امبارح، قابلت سعد ومؤمن؟ لا، اول ما شافوك قالوا لك ايه؟ سعد اول ما شافني ايه يا ابني، وانت كل شويه بقى تلفزيون وصحافه وكده، مش انت كده يا ابني ما ينفعش كده. خلي بالك كده هتعدي. لا ده حد محترم جدا، وحد انساني برضو جدا، وحد يعني ما فيش حد بيختلف ان سعد شخصيات العسل برضو. طيب الحاج عامر حسين قال لنا حاجه حلوه قوي. تمام، هتديله الاسماء، انت عارفهم كلهم. تمام، هتواصل معاهم كلهم باذن الله. واللي ما تعرفوش تحاول توصل له عشان لما تديله الاسماء تديله اسماء كامله. اكيد. كمان النادي الاهلي بيعمل الكارنيه بتاع
تذاكر والكلام تمام. موجود يعني انتوا معاكم ده اوبشن كمان تمام. موجود لكن مباراه الاهلي برضو هيبقى الحاج عامر هيدخلكم وانا على ثقه تمام. بس معاك كارنيه الاهلي الجديد لا الكارت بقى اللي انا استلمته امبارح في التكريم ان انا مصرح لي ان انا ادخل كل ماتشات الاهلي في الدوري السنه دي وفي افريقيا من على ارض الملعب ودي حاجه يعني حلم انا طلبته وبشكر المهندس محمود طارق على سرعه الاستجابه ان انا مع التكريم في التكريم في التكريم طبعا قلت لهم انا محتاج اكون متواجد مع فرقتي على ارض الملعب اشجعهم لو في اي حاجه احسهم على الانتصار وعلى الفرحه واشد من ازرهم بس والحمد لله بشكرهم جدا جدا طبعا يعني بجد يعني الفرحه بيه لا توصف يعني مش قادر اقول لك اول ما روحت لوالدي بقول له بص شوف معايا ايه قلت له ايه كده بص شوف معايا ايه قام حاضني وبسني وقال لي مبروك يا حبيبي انت تستاهل كل خير انا عايز اعرف تفاصيل الكلام كان موجود المهندس ثاني ابو ريده والمهندس محمد تمام تمام بدري وانت بتاخد الدرع ده تمام والحاجه برضو اللي فرحتني ان ساعه التكريم ندعو على الكابتن حسام البدري عشان هو اللي يسلمني الجائزه لان انا من محبين الكابتن حسام البدري بطريقه حضرتك بتزعل عليه لما بينتقدوا طبعا لانه ما ينفعش حد ينتقد الكابتن حسام البدري كابتن حسام البدري حد كبير قوي وحد ما يعني ما ينفعش حد يتساوى بيه انه يكرمه او اي معلش ينتقده اسف لان الكابتن حسام البدري حد يعني انسان ابن النادي لا دي حاجة لا انت تسرق اللقب لا بتاعي لا كمان لا بجد يا كابتن حسام بدري انا حتى كده دايما في المدرج لا انا قابلته في ماتش المنتخب لما قبل ما ينزلوا على ارض الملعب وسلمت عليه وحتى طلبت منه طلب واكيد هو فاكره يعني طلبت منه قلت له يا كابتن انا محتاج منك طلب صغير قال لي ايه يا محمود انا قلت له انا اسمي محمود فقال لي قلت له محتاجك تصبر شويه على اظهره لانه خامه كويسه جدا 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 وبجد هيبقى نجم الدوري السنه دي باذن الله الله يا رب لان حد لسه سنه صغير حد لسه يعني محتاج يخش في طقوس النادي الاهلي اللي هي الفرحه الجون في الدقيقه 94 قال لي انا عارف وعشان كده انا ما جبتوش من فراغ وانا هصبر عليه وان شاء الله هو اللي هيفرحنا وباذن الله وان شاء الله باذن الله والله يعني انا مبسوط جدا ان انت موجود ربنا يخليك وبتدينا مثل في كل حاجه يعني لما نتكلم الرسائل اللي انت بتقولها من امل لجدعانه لاراده وتحدي والاجمل بقى بتدي درس لكل واحد اهلاوي اللي قاعد بينظر ومش عاجبه حاجه بتقول له شجع الاهلي هو ده الاهلي ده اكيد اكيد ده ما ينفعش اقول على فكره كلامك في برنامج اصل احنا خلي بالك كره القدم انا بكلمك انت قاعد جوه بيتك اكيد انت زيك زي النجوم اللي بيحققوا بطولات وزيك زي كل جماهير الاهلي وزي أكيد. وزي اي رمز جوه الاهلي خلي بالك من عشان تبقى انت فاهم اكيد لكن اللي عايز اقوله اللي انت بتقوله ده بنقوله ده اللي احنا اتعلمناه اكيد بتشوف الجو الملخبط ده زي كده ولا انت لا شايف لا انا بتضايق جدا لما بلاقي في حاجات بيحصل فيها انتقادات يعني في مره مثلا على السوشيال ميديا كنت شايف بوست بقى لما ازارو ضيع الانفراد توجه ايه تقول ايه لازارو يعني بعد اللقطه دي لقيت بقى حاجات بقى غير اخلاقيه وحاجات دخلت بقى شط جامد فيهم وبهدله ولما دخلوا بقى بتحب لعيبه الاهلي طبعا وبغير عليهم جدا لان هم بحس ان هم اخواتي يعني انا دخلت غلطت فيهم جامد على السوشيال ميديا ولما دخلوا بقى لما شافوا صفحتي وشافوا صوره البروفايل بتاعي
يعني هدوا شويه. بس يا كابتن احنا متضايقين على النادي. قلت له اتضايق براحتك بس بادب وباحترام وباسلوب وممكن تنصح احسن ما تنتقد. يعني النصيحه بتبقى احسن من الانتقاد بكتير. بالعكس ان اللي قدامك هيتقبلها منك ويشتغل على انا اقول لك اللي انت تتكسف تقوله. انت اجدع منهم. ربنا يخليك. انت بتروح الماتش ولابس فانيله الاهلي عشان تقف جنب لعيبتك وناديك. لكن هو مش قاعد في الماتش وحتى لو اتفتح له باب الاستاد مش هيروح. اكيد هو بلغتنا احنا اللي اكيد هتفهمني. اكيد ده كبه على السوشيال ميديا. اكيد. لكن قول له تعالى روح يوم ابطل اشجع كوميت اكيد ولا من ثالثه شمال ولا أكيد. جرب تدخل للسيد ولا تلاقي حافظ حاجه. اكيد. صح ولا اكيد اكيد. تحافظ الاغاني دي؟ اه طبعا. بجد؟ اه طبعا. لان انا يعني كتير كنت بقابل. اكيد تمام. كنت بقابل ناس كتير من الثالثه شمال من مدينه السلام. من السيشن مدينه السلام كنت بقابلهم وبيقعدوا بتكلم معاهم. اه بيقعدوا بتسمع لما بيتقال من ثالثه شمال والفريق واقع شويه بدنيا كده. لا عايز اقول لحضرتك ان بسبب الاغنيه دي يا كابتن الملعب كان بيترج في 2013. يعني الملعب في نهائي افريقيا بساعه جون الكابتن عبد الظاهر والكابتن ابو تريكه. الملعب كان بيترج من ثالثه شمال. يعني لعيبه اورلاندو اللي احنا كنا شايفينهم لعيبه تقال ومنظمين وبيلعبوا كوره جدا. برافو. كوره بيلعبوا كوره من رجل لرجل مش كوره عشوائيه والكلام ده. لا بجد اللي هد اورلاندو النادي الاهلي وجماهيره بالتشجيع. والله يا كابتن الملعب كان بيترج جامد يعني. فلا جمهور الاهلي اعظم جمهور يعني. طيب عايز ادي الناس حقها وانت موجود كده عشان اكيد كره القدم كان كل جماهير مصر موجوده. انا شفت جماهير الاتحاد كانت موجوده، جماهير الاسماعيلي كانت موجوده، جماهير الزمالك كانت موجوده، جماهير الاهلي كانت موجوده. والجميل حتى اللي لابس تيشيرت النيو رايح هو خلاص مع البلد ومع الوطن. لان احنا زي ما قلنا بتختلف الالوان وبيبقى لون واحد على مصر. والكل كان بيكون يعني مثلا خليني ادي رابطه منتخب مصر حقها من الاسماعيليه عادل شكوك وفي الحاج عصام عادل شكل حميد وريا. الناس دي كلها بتروح وبقالها سنين بتسافر ورا المنتخب وبتشجع. فبرضه لازم نديهم حقهم عشان حرام. اكيد. اه طبعا. لان بس لو موجود خلي بالك انت النهارده السيطره على الجماهير وتخليهم يشجعوا ويقولوا يا رب بتبقى انت محبط صعب جدا. لكن اللي بيقود ده بيبقى عنده مسؤوليه. القياده بتفرق. القياده بتفرق. ولما بيكون القائد حد محبوب كمان حد معروف ان هو اصلا بيروح المكان ده عشان بقلبه. مش ان هو مجرد شعارات وخلاص. لا بيروح بقلبه عشان يساند فرقته ويكون قائد للناس اللي هي توزع الحماس والاندفاع للعيبه بتحسهم على الاراده والعزيمه يعني. وحشك زينا كلنا الجماهير ترجع بقى المدرج وتبقى الكرة للجماهير فعلا وطبق الكلام ده. اه طبعا يا كابتن. يعني دلوقتي فرحة الجماهير دلوقتي بقت مختصرة بس على ماتشات افريقيا بس يعني. لكن الدوري حلاوة الدوري بالجمهور. بجد يعني. يعني الدوري محتاج جمهوره. يا رب يا بجد بجد يعني. وانا يعني نفسي ده امل ورجاء. ده مش امل، ده المفروض ده الطبيعي زي العالم كله بيلعب دوري. بس بالنسبه للاحداث اللي بتحصل يعني بقى الموضوع شويه صعب على التنظيم وعلى ان انت دلوقتي معلش انت كنت خايف من شويه ذوي الاحتياجات الخاصه اللي جريوا في ساعه انه الحكم يقول لا ده حد لمس لعيبه الكونغو. بس هل دلوقتي الجمهور عليه عامل كبير؟ صح. لازم اخش اشجع فرقتي. انا مش مع الشماريخ وانا ضد الشماريخ والفرحه الاوفر. قدم النوايا الطيبه. اه بالظبط بالظبط. ساعه فرقتك خلي العدد يزيد. لا زي اللي حصل في التيتش قبل السفر للترجي يعني. انت رحت؟ لا ما حالفنيش الحظ ان انا اروح مع ان كان نفسي اروح. بس ما حالفنيش ان الحظ ان انا اروح لان كنت تعبان. فما حالفنيش الحظ. بس دي الرساله بقى اللي ممكن توصلها لمصر كلها ان الجمهور يرجع. رساله الاهلي في التتش
قبل ما يسافروا ماتش الترجي. برافو عليك بجد يعني. ده مع عشان كده كان معانا الست اللي هو شيرين شمس النهارده. اكيد. وقلت له عايزين نشحن، هو فهمني. اكيد. قلت له عايزين نشحن بطارات اللعيبه، فافتح التتش، قال لي هيحصل. اكيد. فاهم؟ فاللي انت بتقوله ده صح 100%. الوقت بيجري معاك جامد جدا. حبيبي يا كابتن. لكن معانا مكالمه مهمه جدا برضه عشان ندي الناس حقها. أكيد. وده منوط بينا. أكيد. زي ما بنديك حقك برضه. معانا مكالمه مهمه جدا، واحد من قيادات اسكندريه في التشجيع حميدو. ناس كتير كانت بتتكلم عليك وبتقول اللي انت بتقود المدرج والامواج والكلام ده كله، في الاول وفي الاخر مجهودكم الحمد لله ربنا كلله بالصعود لكاس العالم، حلم اتحقق بعد 28 سنه. برحب بيك يا حميدو. يا كابتن شادي تحياتي ليك وتحياتي لاخويا الجميل محمود. تحياتي ليه. تحياتي ليك انت بالذات بقى عشان انت كل يوم والتاني عوده للجمهور، عوده للجمهور ده واجب علينا، ده واجب علينا. اخلاق والله يا كابتن شادي. وانا بقول لك يا كابتن شادي يعني انت كل يوم كل شويه وكل دقيقه وكل ثانيه ما فيش حد بيتكلم على الجمهور الا انت. احنا امبارح يعني كل اسكندريه امبارح عماله تتكلم تقول لك ما فيش الا الوحيد اللي في برنامج النادي الاهلي هو كابتن شادي محمد، عوده للجمهور. ربنا يخليك لينا. وانت جبت حق حميد وحق عادل وحق اجنبي وشلدن والشله الحلوه جميع قيادات مصر كلها. كابتن شادي يعني انا اقول لك اتفضل كلمتين. احنا بنقوله مفيش تعصبات. بحيي كمان برضو مديريه امن اسكندريه. انا بحييهم معاك. انا بقول لك بصراحه اقسم لك بالله الناس دي تعبت تعب من الساعه 7 الصبح كابتن شادي. اقسم لك بالله من اول مصطفى بن نمر مدير امن اسكندريه والشيف عبد الحميد وهشام بسليم جميع الضباط بالاسكندريه. حميدو طب انا معلش انا اسف اللي انا ما بحبش اقاطع ضيوفي بس عايز اسالك نقطه. بيحصل تنسيق معاكوا كجماهير قبل المباراه المهمه للمنتخب؟ حصل 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 كابتن سياده اللي هو مصطفى بن نمر وهشام عبد الحميد. جماعه قال لنا يا حميدو انت وعادي والناس انا عايز منظر يشرف فعلا. قلت له دي بلدنا مصر. جميع المحافظات جايه لازم نستقبلوهم. احنا قلنا الاهلي اخواتنا، الزمالك اخواتنا، اسماعيلي مصري، اتحاد، كل جميع المحافظات كلها جت رحبنا بيهم يا كابتن شادي. برافو عليك يا حميدو. برافو. هي دي الروح اللي احنا عاوزينها. اكيد. ما هو بص يا كابتن شادي، انا بكلمك برجوله وبص وحب واخلاص. كل خارج اسكندريه انا وعادل وساري وصدام واجنبي كل الدنيا استقبلنا الناس دي استقبال. الناس ما كانتش مصدقه. قلت لهم يا جماعه احنا تحت علم مصر. احنا كلنا تحت علم مصر، اهلي زمالك اتحاد مصري مستحيل كل الدنيا والاسماعيليه. انا بقول لكم يا جماعه. طب حميدو عايز اعرف منك لما جه فينا الهدف وانتم المعروف عنكم قيادات في المدرجات وفي من الاهلي كان موجود ومن الزمالك كان موجود ومن الاسماعيليه كان موجود ومن كل الانديه الشعبيه وعتراوي ومش عايز انسام المحله برضو. اكيد. يعني انا شفت يعني صور كتير. عملت ايه في المدرج في حاله الاحباط اللي عند الجماهير اللي كانت موجوده؟ والله يا كابتن اقول لك حاجه، يعني الاخ محمود اللي عندك ده يعني اخ جميل. ربنا يخليك يا كابتن حميدو. وربنا لك يا حوده انت شرف لينا. حبيبي ربنا يخليك. وانا فرحان بيك وفخور بيك. انت تنورنا في اسكندريه يا حوده. وانا اقول لك يا كابتن شادي لما كنت فينا انا واقف على المسوق لوحدي. كل بتقول يا رب قبل البلد الملح وما يقولها. ربنا وربنا عشان خاطر ده عشان والحمد لله. ربنا يخليك يا كابتن. انا بشكرك حميدو جدا جدا. انت كان لازم نديكوا حقكم على شاشه النادي الاهلي طبعا. وهي دي العلاقه اللي بنرسخ. قلت لكم مبادئ جديده ونستغل وصول مصر لكاس العالم كلنا واحد، الاتحاد اسماعيلي زمالك كل الناس كل واحد شجع ناديك حب ناديك عشان واحنا بنطالب بعوده الجماهير الكل يبقى اخوات. استاذنك في حاجه في الاخر. اتفضل. عايز حضرتك انت قلت لي في البدايه اول ما قعدت قلت لي التكريم ده غالي عندي قوي. حضرتك تمسك الدرع النادي الاهلي والكاميرا بتاعتك اهي
وحابب تقول ايه في النهايه؟ انت قاعد في بيتك اتفضل. بس حابب قبل ما اختم بس يا كابتن عايز اقول لك كمل، انت ماشي صح، ما تسمعش كلام حد ان شاء الله. بجد هم بينتقدوك عشان انت ماشي صح. برافو عليك بجد، وانا هسمع كلامك زي اهلاويه حبيبي. كتير جدعان حبيبي. وعايزك بقى تقول كلمه كمرتك اهي، اتكلم، حابب تقول اي حاجه اتفضل. حابب افرح والدي ووالدتي اولا، ان انا واقول لهم انا بحبكم جدا، واديكم شايفين يعني بيتي ودنيتي كلها، وكيان المبادئ وكيان الاحترام، كيان النادي الاهلي. وبشكر جدا مجلس الاداره الباشمهندس محمود طاهر، وبشكر كل الناس اللي ساعدتني ان انا احقق حلمي بان انا احضر كل ماتشات الاهلي. وان شاء الله يا كابتن حميدو انا رايح بكره ان شاء الله الماتش بتاع الاهلي والاتحاد باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. اتشرفت بيك. شرف ليا يا كابتن. انا استفدت منك في كلام مهم خارج من قلبك، وانا حاسك ربنا يخليك. لما نتكلم على اراده، تحدي، امل، اصرار، عزيمه، كل الكلام الجميل اللي هو مش شعارات والمفروض يتعامل انت بتعمله، فده عشان تفهم نواياك الصادقه، ده تكريم بسيط ربنا يخليك لنواياك الصادقه. فانا اتشرفت بيك. شرف ليا يا كابتن. واي حاجه انا بعد الهواء وفريق العمل بعد فقرتنا دي ما تخلص هيدوك رقم تليفوني، احتجت اي حاجه اي وقت. ربنا يخليك يا كابتن. انت وكل الزمايل، انا كان شرف ليا ان انا وجودي مع حضرتك النهارده، شرف ليا بجد. العين من راس، وانا بجد مره ثانيه ربنا يخليك، ربنا يحقق لك كل امنياتك. ربنا يخليك. كنت بتحب منتخب مصر بكل قوه في المدرج وصوره جميله، وكمان تكريم من النادي الاهلي، ناديك اللي انت بتنتمي له وبتحبه. اكيد مفيش حلاوه احسن من كده ولا ايه؟ على رايي كابتن شلبوك يعني. شرفتني ونورتني حبيبي يا كابتن. حبيبي بشكرك. شكرا جزيلا. نروح، دي كانت فقرتنا الاولى، كان معانا محمود الجميل، تعلمنا منه حاجات ومصل في حياتنا بنشوفها في ناس بتتكلم كتير وبتنتقد كتير. هو بيقول لك انا بحب الاهلي، اللي بيحب الاهلي ما ينفعش ينتقد حاجه بيحبها، انصح. الله عليك وعلى كلامك الجميل. نروح نشوف توقعات الجماهير للنادي الاهلي والاتحاد السكندري لمباراه الغد، وبعدها نستقبل ونناقش بعض القضايا دايما مع النقد الصحفي المحترم الاستاذ خالد العشر. نتكلم في بعض الموضوعات المهمه. خلوني ارحب بيه في البدايه استاذ خالد، برحب بحضرتك. اهلا بيك كابتن شادي، واهلا بجماهير النادي الاهلي في كل مكان. ازاي الصحه المره اللي فاتت انت وقعت مننا في النص كده بوعكه صحيه؟ يا اخي الناس ما كانتش واخده بالها قوي، انت خليتهم ياخدوا بالهم دلوقتي. لا ساعات بيجي في احداث كده يعني في ناس بتعرف تعمل حاله فوران من بره يعني شكليه تمثيل. وفي واحد زي حالتي كده غلبان لما بيفور من جواه بجد. فانا حسيت فجاه وانا بتكلم ان انا بره الدنيا خالص، عشان كده قلت لك الحق واطلع فاصل يحصل حاجه، لانه في مواقف طبعا اكيد بتزعلك، اكيد بتخليك خارج عن شعورك. اي حد يعني عنده شويه حساسه او عنده شويه دم لما بيتضايق بيبان عليه. ومناسبه الدم دي هنتكلم عليها ان شاء الله. يعني مصر بتفرح في البداية، حلم بعد 28 سنة وكاس العالم، وده حلم المصريين كلهم. هتقول عنه ايه؟ هقول عنه ايه؟ أنا دايما أحب يعني ايه ليا فلسفة كده في التعامل مع الأحداث، لأن خارج بره المشهد بدور على حاجات كده خاصة بتاعتي يعني. في ناس كانت تتمنى، ومش عايز أركز على ده، في ناس كانت تتمنى طبعا، كلنا عارفين إن مصر ما توصلش. طبعا قليله جدا يعني، مش دي القضيه. انما القضيه ان في ناس من النوع ده ما كانتش عايزه، لكن اتحولت اثناء المباراه. شافت احداث يا كابتن، وشافت لقطات، وشافت مشاهد كان لازم تجبرها على انها تركن مصالحها الشخصيه على جنب وتفرح من جوه فعلا، ويبان على ملامح وشها، ويبان على كلامها وتعبيراتها، وما تحسش انه الناس دي وهي بتتكلم بتدعي أو بتمثل. يعني في ناس مثلت إنها مبسوطة. أنا بزعل من الحاجات دي، يعني الحاجات أنا ببقى قاعد مركز أشوف الناس عاملة إزاي. في ناس، أنا كنت بتفرج في الجورنان، كنت واخد الأمر الأول بهدوء كده يعني قلقان.
فماسك نفسي. انا عاده في الماتشات بتاع المنتخب ببقى في حاله هستيريه يعني. قعدت ابص في وشوش الزملاء اللي حواليا لاول مره اشوف كل الزملاء قاعدين، حتى اللي ما بيتفرجوش بيتفرجوا، اللي بيتفرجوا يعني بشكل متقطع كله قاعد، كله منفعل، كله ساير. بدانا كلنا نسخن مع بعض ونسخن بعض، علينا بشكل لدرجه انه لما الجون جه انا طبعا ما اتفرجتش على ضربه الجزاء، دورت وشي كان قدام الاستاذ سامع فتاح، قلت له يا اسطى انا ابص في وشك اشوف انفعالك عامل ازاي. الكره جت ما شفتش حاجه ولا سمعت حاجه غير لقيته قايم وبيسقف، حسيتش بنفسي بقى غير وانا بنشيل بعض كلنا وطارين من الفرحه. فبتتفرج بقى عايز تتفرج على ردود افعال تحسسك بالسعاده اكتر، تقوم تلاقي ناس فعلا فيها سعاده وناس تحس انها بتدعي السعاده. يا راجل ايه دي حاجه، دي حاجه تخليك تدعي فيها سعاده؟ يعني الفرحه دي سيبك من فرحه مصر، بفرحتي يعني، دي فرحتي انا، فرحتك وفرحه كل واحد. انا فرحان ان انا الاقي اخيرا مش هقعد اتفرج على منتخب تونس والجزائر والمغرب وهم بيلعبوا كوره ونيجيريا وكوت ديفوار والمانيا، لا انا اتفرج على مصر بقى، اتفرج على اولادي بقى واشجع بقى بجد، تشجيع بجد مش تشجيع انتماء لفرق اوروبيه او امريكيه او بتاع، لا اشجع كوره. الحقيقه بقى ان المشهد اللي كنت عايز اكتبه كده بس ما جاتش الفرصه، عنوان مقال كده، واحد عنده دم. واحد عنده دم، مين بقى؟ مين؟ الواد عصام الحضري ده والغل اللي جواه. اللي بيعمله ده اعجاز فوق، تحس ان واحد عنده دم. خد بالك 45 سنه بيتحرك كده، حاجه عجيبه يعني بجد، مش عجيبه، حاجه ممكن تدرس، مش ممكن حاجه تدرس. انا قلت الجمله دي، الشاب اللي كان بيعيط في المدرجات، حد عنده دم حاسس. الناس اللي راحت المدرجات يا كابتن من الساعه 11 الصبح، ناس عندها دم. الشاب اللي كان معاك الجميل اللي هنا ده اللي طار وعمل الحركه التاريخيه دي، ده حد عنده دم. شوف بقى قمه الدم فين بقى، المشهد اللي اقسم بالله العظيم لو شفته بيتعمل في فيلم النهارده اقول يا جماعه كفايه بقى الافلام الهابطه دي، حاجات بقى كانت بتتعمل في الستينيات والسبعينيات. محمد صلاح اما جه فينا الجون، ما هو ما يعرفش ان الكاميرا معاه اساسا. انا عمل ثلاث او اربع رياكشنات غريبه جدا جدا يا كابتن، اللي انت تبتدي تقع وتحبط وبعد كده تقوم تحط ايدك على دماغك ومش مسبع كده، تقوم للجماهير تقول لهم يلا. شفت ده في صرخه بيعملها، صرخه بيعملها اثناء لما بعد ما بيقوم الاول طبعا هو اتصدم، راح لقى نفسه واقع على الارض، وبعدين زي ما يكون كلم نفسه ايه اللي انا بعمله ده، لا ده لسه في كام دقيقه، لا ده لسه في امل، لا ما ينفعش نخسر ما ينفعش، ودار في ذهنه ده تصوري، يا نهار ابيض انا هطلع وال100 مليون مصري اللي مستنيني دول ما اعمل لهمش حاجه بعد كل الحب والتقدير ده، تحسه قايم. عارف اللي اصعب من كده، مش هقول لك ضربه الجزاء، اللي اصعب من كده بعد الحاله اللي هو فيها دي ويجي لنا ضربه جزاء ويمسك الكره يروح يشوطها بعد الحاله دي. انا عايزك تشوفه وهو بيتحول. عارف بيتحول لحظه، عارف لما تيجي تتفرج على الافلام بتاع الملاكمه بقى والبطل اللي بينضرب فيشوف مشهد معين يقوم يتحول فجاه للعملاق وينسى الالم اللي جواه، ده فجاه بيقوم ويلف للاعيبه يقول لا يعني ما ينفعش. حته منظر يا كابتن بقول لك لو بشوفه في فيلم عربي او اجنبي اقول يا جماعه ما عادش بيحصل. الراجل ده زي ما يكون لا لسه شوف بص ملامح وشه، يا رب ملامح وشه يا كابتن، الجديه بتاعته واحترام. ده وجه عايز يعيط، بص وش الولد عامل ازاي عايز يعيط. الحته بقى اللي انت بتقول عليها بقى اخد الكوره للجماهير دي، انا بقول لك باحساس لاعب كره القدم هتيجي بعد شويه بقى، بص ادي ترتيب خلاص الحلم بيروح، ده على ملعبي والجماهير دي هتروح زعلان، قول لي انا اقوم، دي حاجه هستيريه. بص الرياكشن وشه، امشي مع المنظر ده بص الرياكشن وشه، هو بيعمل حاجه غير طبيعيه جواه بالظبط. انا بقول لك ده سيناريو فيلم، سيناريو من اللي بنشوفه في الافلام. شوف بقى بعد كده نفسي يجي بس تجيب اللقطه وهو بيصرخ في لاعيبته بقى، في اللعيبه. طيب خد بالك محمد صلاح في النهايه مش اكبر لعيب في الملعب، ولا عجوز ولا قديم، ده يعتبر يعني في بص 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 دي أيوة. بص دي بص دي عشان كده بقول لك، بقول يا رب، بقول لك ده واحد عنده دم. صح، واحد عنده، عارف يعني واحد عنده دم يا كابتن؟ عنده احساس، واحد فاهم، عارف يعني ايه مسؤوليه، عارف يعني ايه هموم ناس، عارف يعني ايه هموم شعب وهموم وطن. والافندي ده مش ممكن اللي مجننا معاه ده، عصام الحضري ده اللي مجننا ده، اللي والله يا استاذ خالد اللي بيعمله اعجاز. بس معانا كمان مكالمه مهمه جدا وهكلمه، مش بالصفه الاعلاميه لان عندي سؤال ليه بالصفه الاعلاميه وسؤال ليه كعضو اتحاد في كره القدم
طبعا معايا زميلي وصديقي المحترم جدا سيف زاهر. سيف برحب بيك. كابتن شادي ازي حضرتك؟ بحييك طبعا وبحيي جمهورك، اتشرف موجود معاك وبحيي استاذ سيف. بيرحب بيك يا استاذ خالد. اهلا وسهلا يا استاذ سيف. اهلا وسهلا. واحد من الشخصيات المحترمه طبعا جدا. طبعا اولا انا هسالك السؤالين مره واحده وحضرتك ترد عليهم. اولا ببارك لك على الصعود لكاس العالم، لان التاريخ بيكتب رئيس مجلس الاداره واعضاء مجلس الاداره، فمن هنا انتوا حفرتوا اساميكم بحروف من ذهب في صعودنا لكاس العالم، وهنا اتحاد كره القدم بالكامل. النقطه الثانيه بحيي حضرتك وتعلمنا كده كمان داخل النادي الاهلي لما تشوف حاجه حلوه لازم تقولها. بحيي اون سبورت على التغطيه المحترمه قبل الماتش وبعد الماتش وفي الاحتفالات، حاجه مشرفه، حاجه محترمه، كلنا فخورين باللي انتوا قدمتوه. والله يا كابتن شادي انا طبعا بتشرف يعني تكون حضرتك معايا، وكلام من لعيب طبعا نجم من نجوم منتخب مصر حضرتك اتعبت بشكل كبير واعلامي كبير. يعني الحمد لله في الاخر المهم ان الشعب فرح، المهم ان ده دعاء 90 مليون، ده دعاء 90,000 اللي كانوا موجودين في المدرجات. يعني لو كنت موجود في الملعب يا كابتن الموقف كان صعب جدا، الناس دي جايه كلها تفرح، الشعب ده كله جاي عايز يفرح. اعتقد لعيبه محترمه، لعيبه عارفه مسؤولياتها، لعيبه مقدره، لعيبه بتلعب في اخر دقيقه بغض النظر عن الانجاز اتحاد الكوره او اعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره، هو في الاخر انجاز للبلد، انجاز ان هو يسعد الشعب المصري ويودي الكوره في حته ثانيه. احنا عشنا الحقيقه السنين اللي فاتت دي كانت صعبه جدا على الكوره المصريه، وعدينا ظروف صعبه جدا ولكن الحمد لله يعني ربنا كرمنا طبعا، ده الحمد لله. ما يخص بقى التغطيه واون سبورت، يعني الواحد بيقول الحمد لله والله، يعني ابتدينا الحقيقه كنا دايما يعني بنتكلم عن الناس اللي بره، وبنتكلم على القنوات الخارجيه، وبنتكلم على الطريقه، وكنا دايما بنقول احنا عندنا مش سيف، يعني سيف وشادي محمد وخالد غندور يعني كل الناس، وخالد لطيف وكابتن سمير وكابتن مدح، كل الناس مش عايز حد، يعني كل الناس، اي واحد مصري لو اخذ حقوق وقدر ان هو ياخد ايفنت قوي وكانت في قناه الاهلي، انتوا اخذتوا الحقيقه كان لقاء مهم ايضا لقاء الاهلي وغطيته بشكل رائع. اي واحد مصري هياخد او اي قناه مصريه هتاخد ايفنتات هتشتغل بشكل اكثر من رائع، والناس مش عارفاه ان كل القنوات الخارجيه اللي بره شغاله بمصريين، فالامور بالنسبه لنا يعني المصري ما بياخد فرصه بيأدي بشكل رائع. كمان عايز اكلمك انت بقى اكتر واحد تحكي لنا بقى، انت كنت في الماتش وسط الجماهير والاستوديو والجماهير كلها في ظهرك، يعني كاشف الدنيا كلها. اللحظه الصعبه اللي كل مرت علينا، اللي دار وشه واللي غاب واللي بقى حزين وجاله احباط، لما جه في مرمانا الهدف، لحظه صعبه جدا يا كابتن سيف. والله يا كابتن حسينا ان الاستاذ حسين الاستاذ بيلف بيا تقريبا اغمى علينا، حد سالني وايه اللي بيحصل؟ الناس اتدورت بتعيط كاننا احنا عارفين يعني مش عارف يعني اخذنا الحقيقه دقيقتين ثلاثه كده بتتكلم ما اعرفش، عارف حضرتك لما الموت يجي فجاه انت سبحان الله مش مصدق، يعني ناس بتستعد الاحتفال وتنصب فرحك وبتعزم المعازيم، ناس ترقص وبتحتفل وفجاه عزا، فانت عندك حاله صدمه مش مصدق. صح. فجاه بفضل الناس زي ما يكون ربنا يعني بيستجيب لدعاء الناس، الفرح بيقوم من اول وجديد والفرحه بتيجي، انت مش عارف يعني مش عارف ما بين فرح وما بين عياط وما بين بكاء وما بين ذهول وما بين كل الناس بتقول الحمد لله، يعني يا رب والحمد لله هم الجملتين اللي كانوا موجودين في الماتش ده وهم الجملتين اللي خلصوا الماتش. صح صح متفق معاك 100%. بس كان في لقطه وانا كنت بتفرج عليك ومصدق كلامك 100%. انت وكنت في حاله غريبه جدا، حتى ميدو قعد كده مستغدق في كام واحده، قلت له انا مش فايق لك دلوقتي، اما فوق لك هبقى ارد عليك. بص يا كابتن انت هتستوعب كويس قوي اللي انا هقوله. عارف يا كابتن شادي انت رايح النادي الاهلي بيلعب نهائي كاس القارات وانت طالع بالدكتور، وجماهير مصر كلها شادي محمد شادي محمد كويس، وفجاه الماتش ماشي 1-0 هقابل احلامك وطموحاتك ان انت طالع تهني المصريين وتبارك وعندك رتم عالي جدا، فجاه الماتش بيروح والاهلي بيخسر، مطلوب منك انك تطلع بعد اربع دقائق تقول هتقول ايه؟ انت مش عارف هتقول ايه؟ الحلم ضاع، استنوا ماتش غانا ما تقلقوش اللعيبه احنا قصرنا احنا اسفين، مش عارفين ايه، مش عارف ايه، وفجاه وانت قاعد على الكرسي
بتقول لك دقيقتين وتطلع هوا، دقيقتين وارتد وتطلع هوا، الفرحه بتيجي تاني وهتطلع تقول نفس الكلام اللي انت مش عارف تقول ايه. انت مش عارف، انا فضلت اقول لميدو انا اعتقد ايه، اعتقد ان انت بتشوف انا شفتك شفت عايز اقول له ايه يعني احنا زباين بعض انا وميدو. قلت له انا مش مركز معاك خالص دلوقتي يعني، ولا مركز انا بقول ايه ولا مركز الموضوع ايه يعني. لا انا اكيد اللي انت بتقوله انا متفهمه تماما، صعبه جدا بتتكلم الملايين وانت معاك الماتش حصري وفي شغل كويس وبرزنتيشن عامله شغل كويس والقناه عامله شغل كويس والمصريين شكلهم يفرح في المدرج. انا طالع اقول مبروك لما الكلام صعب، هيقول ايه فعلا؟ هو بيتكلم في نقطه غايه في الاهميه طبعا. على فكره اللي انت كنت فيه زيها زي ضربه الجزاء بتاعت محمد صلاح. صح. محمد صلاح يا كابتن، انا الوحيد اللي بقعد اتكلم اقول انجاز محمد صلاح ان هو يحط ضربه الجزاء، ان عنده القراءه، ان عنده القراءه يمسك الكوره. يعني حضرتك ادرى مني طبعا في الموضوع ده. انا سمعتك في برنامج امبارح، انا بتابعك على طول يعني، سمعتك وانت بتقول في ماتش انا مسكت الكوره لقيت الجون بيضيق لدرجه حسيت بجون كبير قوي. ايوه صح صح، وجون صغير قوي. فشيء الحقيقه صعب واحد داخل يشوط كوره حلم 90 مليون 100 مليون دي هتبقى اعظم واحد هتبقى لا قدر الله الليله كلها. صح. كابتن سيف انا ببارك لك وبشكرك على المجهود، وبشكر كمان اكيد في وجود حضرتك الاستاذ اسامه الشيخ رئيس قناه اون سبورت، خصوصا هي دي الروح اللي لازم تبقى ما بيننا، واستغلال الفرحه اللي فيها المصريين اللي علاقتنا كلها اللي يشوف حاجه كويسه لازم يقولها. وعلى المستوى الاداري اكيد مره ثانيه بنشكر حضرتك انت ومجلس الاداره بالكامل المتمثل في رئاسه المهندس هاني ابو ريده، حطيتوا اساميكوا بحروف من نور، ودايما التاريخ بيكتب. صعدنا كاس العالم 2017 في عهد المهندس هاني ابو ريده ومعاه المجلس بالكامل بقى سيف زاهر، مجدي عبد الغني، خالد لطيف، مع حفظ الالقاب، مع كله، استاذ محمد ابو الوفا، مش عايز انسى حد. فالف الف مبروك يا كابتن سيف، وان شاء الله عندنا ثقه دايما فيكم ان شاء الله بالتخطيط هنوصل لمكانه اعلى كمان من كده بكتير. جميل، انا بشكرك بس ليا موضوع الحقيقه كنت حابب اتكلم فيه. اتفضل. يعني انا في موضوع اتكلمت فيه واستبق فيه ليك مش ليا، يعني انا بكمله وانت اللي فتحته. ان انا الحقيقه بقى لنا يومين وحصلت اتصالات كثيره وقعدنا مع الوكيل هناك، الجمهور لازم يرجع المدرجات ولازم الحدث ده يستغل الجمهور يرجع المدرجات. انا عارف ان انت بقالك كتير جدا بتتكلم في الموضوع ده وتبنيت الموضوع ده من مشوار طويل جدا جدا، وسمعتك في حلقه امبارح وانت بتتكلم ان هو دي لازم تكون الخطوه. بغض النظر عن جمهور المنتخب، هو جمهور الاهلي او جمهور الزمالك، بس اللي الجمهور قدمه الفتره اللي فاتت سواء مع النادي الاهلي بره مصر. مع حضرتك كابتن سيف، اتفضل. هو دايما الجمهور مظلوم، نحاول نجيبه تاني، بيتكلم كلام مهم جدا ولازم ايدينا تبقى في ايدين بعض، نرجع الجماهير، وهو ده الاعلام الهادف، لان الكوره فعلا للجماهير، وده اقل حاجه. الشعب ده راح وقف وقفه بطل في ميادين مصر كلها، وهم دول اللي بيروحوا المدرج للانديه، فده اقل حاجه هديه ليهم، هم ما بياخدوش مكافاه مع اللعيب، فبالتالي اقل حاجه الجماهير تحضر. يا استاذ خالد، هو انت بتبص لها من منظور انك بتكرم الجمهور، انا ببص لها من منظور ان انا محتاج الجمهور. صح. يعني انا كمؤسسه كمسؤوليه كمهمه انا محتاج الجمهور. يا كابتن، في لعيب كوره في تاني نفس الكلام اللي بنكرره، واحد بيسهم من كتر ما بيكرر الكلام، في واحد يقف على المسرح من غير ما يبقى فيه جمهور، في واحد يقدر ينزل يلعب ويشعر بالمتعه من غير جمهور. انت ما ينفعش تقعد تكلم نفسك. خالد، انت بقالنا ثلاث سنين ما بنناقش قضايا، حضرتك بتبقى معايا من الناس اللي بنحاول نثبت الفقره. احنا كم مره اتكلمنا على الجماهير وادينا حلول وحلول منطقيه تحصل على ارض الواقع كتير، زي ما انت بتقول احنا بقالنا ثلاث سنين فعلا بننازع عشان الجماهير دي، وبنحارب في كل مكان سواء هنا او بره او في اي مكان. وخطبنا الداخليه، وخطبنا اتحاد الكوره، وخطبنا الوزاره، وخطبنا رئيس الوزراء، وخطبنا رئيس الجمهوريه، كله كلنا مع كل الناس. يعني ما فيش حد ما قلنالوش المشكله اللي تزعلك ان ردود الفعل هاديه جدا ومستفزه. اتحاد الكوره يقول لك الوزاره، الوزاره تقول لك الداخليه، الداخليه تقول لك مش مسؤوليتنا ده يعني دايما تلاقي الحقيقه تايهه، ما انتش عارف الحقيقه فين. مين يا جماعه اللي مسؤول عن عوده الجمهور؟ خلاص احنا تاني ما ينفعش نقعد نتلكك لموقف فردي او لمشهد فردي. خلي المشهد الفردي يطلع ويتشال من المشهد ككل.
يعني خلي التصرف او السلوك لما يحصل غلط او خطا اسحبه كانه كده فيروس او كانه عفوا يعني ورم ولا حاجه، استأصله وخلي الحياه تستمر. يعني انت مش معقول الشخص يجي لك تعبان في حته معينه تقوم ترقده في السرير او تمنعه من الخروج، لا، عنده حاجه عالجها، لكن لازم يرجع للحياه، لازم يمشي، لازم يتحرك. ما ينفعش يبقى بني ادم عندك تقتله علشان يا راجل ده عادل امام كان بيقول لك انا المصباح رجلي وجعني مش عارف اقطعه واستريح منه عشان عايز يكمل، مش عايز يفضل يقول مش عايز يقعد. يعني هي الفكره انه ما ينفعش ان الحياه تقف علشان حاجه غلط، صح، لكن الصح ان انا اشوف الغلط فين واعالجه ادويه، لازم، لان دي مسؤوليتي وده دوري. انما استسهال الامر واستسهال القرار والمعامله باللي مش عاجبه يخبط دماغه في الحيط مساله سخيفه جدا ومستفزه جدا وخارقه جدا. يعني استاذ خالد بقى متحقق انجاز بعد ساعات قليله، رئيس الدوله المشرف فتحي السيسي يكرم على طول بمنتهى السرعه تاني يوم على طول الفريق، بعدها بيوم النادي الاهلي دايما عودنا على بيتقدم الصفوف في كل حاجه، بيكرم المهندس هاني ابو ريده مع كوبر مع مجموعه لاعبي النادي الاهلي اللي موجودين. انا كنت لسه بكمل قصيده الناس اللي عندها دم، يعني انا كنت بادئ بعصام والولد اللي كان بيعيط والولد اللي كان عندك ومحمد صلاح والريس. عايز اقول لك برضه حد عنده دم، يعني واحد، يعني الريس واحد عنده دم، عنده احساس، راح لقط المشهد برضه بسرعه، ما استناش الشعب في شوارع، عارف ليه بقى؟ ملايين، عارف ليه؟ هو بيتكلم ممكن اعتقد 30 ل 40 مليون في الشارع. خد بالك هو مش بيكرم عشان فرحه، هو مش بيكرم عشان الناس عبلت فرحه او انجزت او جابت انجاز او مودينا كاس العالم، هو عايز يقول للناس ان هو يا جماعه كل حد هيعمل حاجه حلوه لصالح البلد هيتحط في الصوره. فاكر انت الصوره بتاع عبد الحليم حافظ؟ فاكر انت الصوره دي بتاعت صوره هو كده المشهد اللي احنا عايشينه دلوقتي، ان كل واحد هينتج، هيتحرك، هيحاول يعمل حاجه، لا هيدخل الصوره. اعتقد في مؤتمر مؤتمرات كانت الاولى في الثانويه العامه جنب سياده الرئيس، بالظبط، والمنتخب بعدها بساعات، وفي مؤتمر تاني حد هو ده هو ده، انه دايما يا جماعه المتفوق هيتحط في الصوره، لان الفتره اللي احنا عايشينها دي عايزه ده. كان في جمله لما بسمعها بتستفزني قوي، كنت بدور لها على حل. اما واحد يقول لك ايه الشعب لازم يشتغل، يا جماعه يعني ايه الشعب لازم يشتغل؟ الناس بتتكلم الشعب لازم يشتغل جمله بتتقال وخلاص. ما قعدت اذاكرها وافصصها، لقيت انه الشغل انه كل واحد فينا لازم يعمل دوره، لان لو كل واحد فينا التفت لنفسه وعمل دوره واجاد، هتلاقي النجاحات كترت قوي، والنجاحات لما بتكتر التفوق بيجي. يعني هو التفوق بيجي من مجموعه نجاحات متعدده، مش من فرد واحد. فهو ده الشغل اللي احنا بنتكلم عليه. يعني اتحاد الكره عمل شغل اختلفنا معاه واتفقنا معاه في النهايه، انجز وودانا كاس العالم. عايزين بقيه الناس بقى تعمل هذا المنح. نفسي اشوف بقى الرئيس بيقابل ناس في يعني مجالات اخرى على هذا المستوى. هو قابل ايه؟ هرجع اسمع من حضرتك، هنقابل وتكمل كلامك، بس كمان معانا مكالمه برضو اخرى من عريس من اللي موجودين ومن حقهم اللي هم يفرحوا ونديهم حقهم النهارده، الاستاذ خالد لطيف عضو اتحاد كره القدم. استاذ خالد برحب بحضرتك. اهلا بيك يا شادي، واهلا بالاستاذ خالد، واهلا بيك يا كابتن النادي الاهلي. استاذ خالد هقول لك جمله لسه قايلها الاستاذ سيف زاهر، برضو مهم جدا نقولها لحضرتك. النهارده لما تروح كاس عالم بعد 28 سنه، أكيد اتحاد كرة القدم اللي كان موفر كل حاجة لمستر كوبر متمثلة في المهندس هاني أبو ريدة وفي حضراتكم، كتبتوا أساميكم بحروف من ذهب واتكتب في التاريخ إن مجلس إدارة اتحاد كرة القدم فلان وفلان وفلان، اللي منهم الأستاذ خالد لطيف أكيد، الوصول لكأس العالم اللي هو حلم المصريين. أنا بشكرك جدا شادي على المقدمة الجميلة، وفي حاجة مش جديدة عليك، بشكر الأستاذ خالد. يمكن أنا كنت سمعت جزء من حديثه معاك، ودي حاجه برضو مش غريبه على الاستاذ خالد العشري. الله يخليك يا كابتن حبيبي، وحشنا يا كابتن خالد والله. ربنا يخليك، هنمشي منك. ده توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى، ومجهود زي ما قال الاستاذ خالد، زي ما انت قلت، اتفقت او اختلفت، انتقدت او اشدت في الاتحاد المصري لكره القدم، لكن في النهايه الحمد لله بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى قدرنا نحقق اللي يمكن ما حققناهوش بقى لنا 28 سنه. وصلنا لكاس العالم القادمه، واعتقادي الشخصي ان يعني ده دورنا اعضاء مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم، توفير البيئه يمكن
كوبر كان انتقد في احيان كثيره جدا جدا، المنتخب انتقد لاحيان كثيره جدا، طالنا العديد من الانتقادات لاعضاء مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم ومهندس هاني ابو ريده رئيس الاتحاد، ورغم كده تحملنا على نفسنا وقفلنا على نفسنا يمكن كثير وتحملنا حتى بعدم الرد، ووقفنا ورا كوبر والجهاز الفني المحترم، ويمكن ربنا سبحانه وتعالى كل الجهود جدا وصلنا لكاس العالم القادمه. ويمكن كاس العالم القادمه دي بالنسبه لي انا حتى على المستوى الشخصي كعضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم ولي انا خالد لطيف يعني ليها مذاق خاص جدا جدا جدا، لان الحمد لله الحمد لله دي ثاني كاس عالم يشارك فيها احد من اسره الكابتن محمد لطيف. يمكن كان ليا الشرف ان جد الكابتن محمد لطيف كان كابتن منتخبنا الوطني في اول بطوله كاس عالم صعد فيها منتخبنا الوطني سنه 34، وهو كان كابتن المنتخب الوطني، وليا الشرف ان اكون حفيده وان انا اشارك كعضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم، وصلنا لكاس العالم في 2018 الحمد لله. فحتى الانجاز على المستوى الشخصي والانسان وعلى المستوى الشعبي ان انت يعني لما بتعمل حاجه يا شادي، لما بتعمل حاجه يا استاذ خالد او موضوع او نجاح على المستوى الاسري او على مستوى اولادك او احفادك او اخواتك تبقى سعيد جدا ان انت ساعدتهم، فما بالك ان انت تساهم حتى لو بجزء صغير جدا في اسعاد 100 مليون مصري. اعتقادي الشخصي ده يعني سعاده لا تقارن باي سعاده. استاذ خالد، التكريم السريع من سياده الرئيس بعدها بساعات على طول، المباراه خلصت، اللعيبه ما حدش سافر، الكل موجود، وتكريم من وجهه نظري ده اهم تكريم اللي بيبقى متمثل في القياده السياسيه اللي موجوده، الدوله كلها اكبر حد في الدوله وعلى طول بيكرمك، احنا شفنا الكلام ده وكنا بنبقى اسعد ناس في الدنيا. لكن الجميل هنا اللي ما عداش ساعات على الموضوع وحلاوه الموضوع لسه موجود. والله بص يعني تكريم سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي لينا واصراره على ان بعد ساعات قليله جدا من انتهاء المباراه، اعتقادي الشخصي دي رساله يمكن قالها قبل كده، فكان يعني الناس يمكن قلناها كاعلاميين قبل ما نكون اعضاء مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم، لكن اصراره على تكريم الاتحاد المصري لكره القدم والجهاز الفني لمنتخبنا الوطني وتكريم اللاعبين ووجود الفريق يمكن برضه وزير الدفاع وايضا تكريمه لينا قبل مقابله السيد الرئيس، كان قال ان الرياضه امن قومي، وقال ان الرياضه يعني شيء مهم جدا جدا للشعب وجزء مهم جدا لدى سياده الرئيس. تكريمه لينا رغم ان احنا يمكن خلصنا المباراه الساعه 10، واعتقد لا احنا كاعضاء مجلس اداره ولا الجهاز الفني ولا اللاعبين نمنا وطبقنا عشان اتحركنا من اسكندريه الساعه 5، ويمكن انتظرنا لحين وصول السيد الرئيس وايضا توقيع حفل افتتاح قاعه المؤتمرات الجديده. رغم طول الانتظار لكن مش عايز اقول لك لحظه الوقوف امام سياده الرئيس وخروجنا احنا كمنتخب وطني ومجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم امام الالاف اللي كانوا حاضرين، يمكن سواء القاده السياسيه او الشبابيه او الرياضيه او الاعلاميه في قاعه المؤتمرات الجديده اللي في محور المشير، عايز اقول لك التسقيف لما خرجنا لما طلعنا يمكن المسرح المتحرك سعاده لا توصف بسعاده. تكريمه لينا واصراره على الكلام على شخص شخص لاعب لاعب فرد فرد من افراد الجهاز الفني او من مجلس الاداره، والكلمه الجميله اللي القاها وحتى تفاعله الرائع مع محمد صلاح هذا الشخصي شيء مش جديد على سياده الرئيس، يمكن شفناه في مجالات استثماريه واقتصاديه وسياسيه، لكن لمسناه بشده هذه المره بعد وصولنا لكاس العالم، واعتقادي الشخصي ده تاج على رؤوسنا كلنا ويزود المسؤوليه علينا طبعا عشان نبذل العديد في الفتره القادمه. بس خالد مره ثانيه انتوا تستاهلوا التكريم، والتكريم السريع فرحتوا شعب بالكامل كان بيحتفل في ميادين مصر، فده اقل حاجه تبقى مع اتحاد الكوره احنا مساندين وداعمين ليكوا. اكيد بيبقى فيه اخطاء في العمل الاداري وانت شغالك مش عايزين نقف عندها وده المهم، لكن ده وقت اللي كلنا نثبت قيم ومبادئ جديده، نشتغل
ونتعب كل واحد في مكانه، وبعد كده في بيحصل نقد، نقد بناء، وقول لي تشرك الناس معاك، وده اللي احنا بنتكلم فيه. مبروك مره ثانيه، وبتشرف اكيد لما حضرتك بتبقى معانا في التليفون ونتكلم معانا، لان انت واحد من اللي اسعدونا وفرحونا يا استاذ خالد. بشكرك جدا كابتن شادي، وبشكر الاستاذ خالد وعتاب كده رقيق للاستاذ محمود طاهر اللي انا بحترمه وبجله، وكنت اتمنى ان انا احضر تكريم النادي الاهلي، لكن للاسف انا ما علمتش بالتكريم غير في الصحف الثانيه. عتاب للمهندس محمود طاهر، يعني كنت اسعد ان انا اتواجد في النادي الاهلي رغم زملكاويتي الشديده، لكن كنت ابقى سعيد جدا بوجودي في تكريم النادي الاهلي للمهندس انا ابو ريده والجهاز الفني، لكن للاسف ما عرفناش، مش عارف السبب، هل المهندس محمود طاهر لسرعه اتخاذ القرار ولا ايه؟ لكن في النهايه كنت اتمنى واعاتب على المهندس محمود طاهر رئيس مجلس الاداره. بعتاب مقبول، بس انا حضرتك انت اللي قلت مش انا، الكلام كله جاء مفيش وقت، كانوا بيكرموا مع سياده الرئيس، بعد كده في لعيبه مسافره، في منهم تريزيجيه ما حضرش، النادي الاهلي كان بيجهز بالتنسيق مع المهندس هاني ابو ريده، فاعتقد هو ده اللي حضرتك قلته مش انا، التوقيت السريع هو لان الاهلي كان في ماتش النهارده وفي فريق هيدخل المعسكر، فاتصور هو ده السبب زي ما حضرتك قلت يا استاذ خالد. على العموم النادي الاهلي صرح كبير رياضي، واحد بيسعد بيه وبيتشرف وجوده فيه، والتوفيق ليك واستاذ خالد، ان شاء الله يا رب كده مزيد من الانجازات لمنتخباتنا الوطنيه المختلفه. استاذ خالد لطيف، عضو اتحاد كره القدم، ببارك لحضرتك مره ثانيه وبشكرك شكرا جزيلا. استاذ خالد، نروح للي كنا بنتكلم فيه، انت كنت كاتب عندك ترتيب كده ونهايه بالتكريم. بالظبط، فعايز اقول انه احساس الرئيس بالموقف ده شيء مهم جدا، انك تبقى حاسس الدنيا ماشيه حواليك ازاي وتتفاعل معاها، ويبقى لك رد فعل سريع، وفي وسط الدوشه اللي هو عايشها يروح لاقط الولاد وعامل لهم تكريم الصبح بدري كمان، ايه يعني في توقيت اللي هو عايز يبين انه العمليه مش هرجله، لا ده في برنامج كمان طويل، لكن الناس دي لازم تتكرم، الولاد دول لازم يتكرموا. النادي الاهلي طبعا على مدار تاريخه دايما مميز بالعمليه ديت على اجيال سابقه. عجبك ان النادي الاهلي كان موجود مستر كوبر وكابتن هاني ابو ريده وبعض اللاعبين؟ طبيعي طبيعي طبعا، هو النادي الاهلي داعي عشان يكرم برضه، وده دور دايما بيأديه النادي الاهلي زي ما احنا متفقين على مدار تاريخه، دور وطني بيلعبه، وانا يعني اعتقد انه ممكن بقيه الانديه تعمل يعني تخطو نفس الخطوه، وهو شيء يعني حميد جدا بالنسبه للعيبه وللجهاز الفني، لانه هنا بيشعروا ان هم عملوا حاجه فعلا. يعني انت لما بيبقى في فرحه كبيره قوي تقتلها في يوم او يومين، انت ممكن فجاه يجيلك حاله احباط، تحس انك انت بتجري كل ده عشان في الاخر واحد يسلم عليك وكل سنه طيب، لا انت لازم تحس انك انجزت فعلا، لازم تحس انك انت عملت حاجه، لو تعبت كمان سنه هتحقق اللي اعلى منها، هتلاقي اللي اعلى منه، لكن لما انا اتعب جدا عشان الاقي في الاخر حاجه قد كده تبقى شيء محبط. على فكره، وخلينا نتكلم عشان برضه نفتح زعل الاستاذ خالد منطقي في اللي هو قال، يعني قال لك كنت اتمنى ابقى في القلعه الكبيره النادي الاهلي، ابقى موجود جوه، ده يعني هو شعور يشكر عليه، شعور بصراحه جميل، يعني وراجل دامس الخلق يعني. بس احنا برضه نقول انه النادي الاهلي راجع ازاي ده حصل، يعني يعني الناس ازاي ده حصل، وارد ان يكون حصل لخبطه، حصل ارتباك في المشهد، لانه استحاله طبعا يكون في تعمد ان الاهلي هيدعو جزء من المجلس ويسيب جزء يعني، لكن اكيد في حاجه حصلت، في لخبطه حصلت، في سوء فهم، في سوء تنظيم، في مشكله حصلت، ازاي انا ما اعرفهاش، انا مش عايز افتي، انا يعني بتوقع، لكن استحاله يكون في تعمد انه يعني مجدي عبد الغني بيتهيألي ما حضرش، فمش ممكن يكون مجدي عبد الغني لم يتم دعوته للحفله على ما اعتقد، يعني ما شفتوش يعني. لا هي انا زي ما قلت لك الموضوع كله جه سريع جدا، لان خلي بالك لكن نعترف انه في تقصير حصل، لابد انه ننظر اليه، هو ده اللي احنا قلنا له عليه بالظبط كده. بالظبط كده. طيب عايز اتكلم، نقفل الموضوع، نخش بس الموضوع اللي خاص برضه بالمنظومه، مساله كوبر والكلام اللي عليه. طبعا الله، يعني مش عايز يعني اتكلم عن نفسي، لكن اعتقد ان انا من اول ما الراجل ده بدا شغل لحد حتى ما ماتش الاخير قدام الكونغو يعني خلص واحنا خلاص تأهلنا لكاس العالم، وانا بنتقده
يعني بنتقده بشكل حاد جدا وبشكل مستمر جدا. كنا بنكسب في بطوله الامم الافريقيه ماتش ورا ماتش بنتقده لانه قاعد قلقان، قاعد خايف، قاعد مش مطمن، قاعد مش مستريح. لا هو في فارق بقى، خد بالك بقى، مش فجاه هاشيد بيه. انا بتكلم في قصه الرحيل او البقاء. الفتره اللي فاتت كنت بقول يا ريت يمشي. النهارده ما ينفعش يمشي يا كابتن. يعني لما تقعد انت مع الراجل كده، انا رئيس اتحاد الكوره، انا هاني ابو ريده قاعد معاه، اقول له مستر كوبر انا عايز افسخ العقد معاك، هيسالني سؤال واحد قد كده ليه؟ انا المفروض ارد عليه اقول له ايه بقى؟ اصل انت بتلعب وحش. هو يعني الاسلوب اللي بيلعب بيه، مش عايزين نقول انه مدرب فاشل او انه مدرب ما عندوش فكره، لا، الاسلوب اللي بيلعب بيه انا حاسس ان هو قاتل اللعيبه اللي عندنا، خنقها، خنق الحدوته، خنق الاحساس اللي عندنا ان احنا ممكن نبقى احسن من كده واعلى من كده، حاسس يعني خانق طموحنا واحلامنا ان احنا نشوف منتخب فعلا يناسب الافراد اللي احنا بنشوفهم بيتالقوا في الدوريات الاوروبيه او في الدوري المحلي في مصر. لكنه في النهايه لما اجي اقعد قدامه اقول له انت ادائك وحش، هيضحك ويقول لي يا راجل افسخ العقد سلام عليكم. هو هيضحك. ولما العالم حوالينا يعرف ده، يا جماعه ده الراجل وصل، بلاش وصلنا، وصلته معاه لكأس العالم للمرة الثانية في 84 سنة. يعني سيبك من قصة 26 سنة قبلها، 28 و56، 84 سنة بتوصل مرتين لكأس العالم. المرة الأولانية اللي وصلنا لها كابتن كنا مفيش تصفيات وبتاع اللي هي في 34 دي، ده تأهل مباشر. أجي أقول للراجل بقى النهاردة مع السلامة، أصل كان أدائك وحش. أداء إيه يا راجل بتتكلم عليه؟ ده أداء إيه اللي بتتكلموا عليه؟ نبقى سخرية العالم. انا النهارده بس سخريه العالم لما اجي امشي. طب انا هجيب مين؟ انا قدامي حاجه من اتنين، يا مدرب اجنبي يا مدرب محلي. ما اطلع اجيب مدرب اجنبي النهارده، يبقى انا عايز سنتين تانيين علشان ابدا انطق مع المدير الفني الاجنبي. مدرب محلي عمرك شفتها على مستوى العالم ولا مستوى التاريخ انه مدرب اجنبي يوصلك لكاس عالم فتشيله وتجيب مدرب محلي؟ دي بتحصل في حاله واحده بس، لما المدرب الاجنبي ده لا بتفشل معاه فشل سريع. بلغه الامثال عندنا هنا يقول لك هتاخده لحم وترميه عظم بعد ما وصلنا بعد حلم. يا ريتك هترميه عظم، بالعكس انت هترميه لحم جدا. انا كان من صديقي امبارح احمد عبد الباسط الناقد الرياضي والناقد الرياضي محمد مراد، اللي انت عشان تمشيه لازم تدفع له في عقده مكتوب كده وقت التصفيق لغايه كاس العالم، يعني تدخل لها 700,000 دولار. انا اقدر يا كابتن يبقى عندي مبررات ان انا ما ادفعلوش شرط جزائي، بس هو الراجل النهارده عشان امشي ده انا ملزم ادفع له الشرط جزائي دبل. يعني هي القصه تمشي كده. فما ينفعش اجي اقعد قدام الراجل النهارده واقول له لا انت مع السلامه. عشان انت وصلتيني كاس العالم فمكافئتي ليك ان انا بقول لك روح. لا ما ينفعش. لانما اللي يحصل يا كابتن بقى اللي يحصل ايه؟ في لجنه فنيه محترمه داخل اتحاد الكوره تقعد مع الراجل ده تقول له لا استنى عندك بقى. صلاح دلوقتي تم اختياره من احسن 10 لاعبين على مستوى العالم. تريزيجيه ايه ليه؟ والحضري سيبك من الحضري ده الاسطوره، ده قصه ثانيه. الحضري بس عايز اسالك في حاجه عشان انت قلت اسمه اكتر مره. اتفضل بقى. الحضري بقى هو لوحده وصل للمستوى ده يعني بخبراته؟ انت شكلك معاك حد على التليفون عايز تعليه وهو حسيتك انا مدرب منتخبنا الوطني لحراسه المرمى الكابتن احمد ناجي، اللي انا بعتز بيه دايما من صداقه وجدعنه وكل حاجه كويسه. كابتن ناجي برحب بيه بحضرتك والف الف مبروك يا كابتن ناجي. الو يا كابتن ناجي. كل ده ما سمعش. مبروك يا شادي ومبروك لخالد ومبروك لمصر كلها وللوطن العربي بلاد المحبه لمصر اللي فرحت بمصر. كابتن ناجي مصر اللي كان في منتهى السعاده ويعني الناس كلها فرحانه الحمد لله. طبعا ما هو ده اللي انا يعني حضرتك مهم اتكلم مع حضرتك في ده. حلم شعب 28 سنة نقعد نشجع الفرق الشمال افريقيا ونقعد نشجع اخواتنا واشقائنا، المرة دي بعد 28 سنة هنشجع منتخب مصر على ايديك يا كابتن ناجي. عايز حاجة بس كمان اقولها، يعني احنا بنتكلم في 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 في, في امور فرعية يعني مش مجالها ولا وقتها. يعني في ناس حققت انجاز زي ما انت بتقول بعد 28 سنه وصلت كاس افريقيا بعد 7 سنين ووصلت نهائي كاس افريقيا وعملت حاجات يعني حلوه. لازم نقول لهم متشكرين. صح. لازم نقول لهم انتوا عملتوا حاجه حلوه قوي. طبعا طبعا ده مظبوط. من فضلكم ما تسيبوناش وخلوكم معانا عشان احنا محتاجينكم، عشان انتوا عملتوا حاجه فيها اعجاز. هو ده الكلام اللي اتقال، مش نقعد نناقش هو لو مش هياخد كام
وهو لو قعد هياخد كام، وهو لو مش عارف ايه، كلام كله تخصائي وكلام كله ملوش اي لازمه. بالعربي كده اي 30 لازمه. كابتن ناجي، كابتن ناجي عايز اقول لحضرتك على حاجه. الراجل اتعرض لضغوط كبيره جدا 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 خلال المشوار. استاذ الراجل ده اكبر من كل الكلام. أيوة اللي انت بتقوله ده. انا فاهم، بس انا اسمعني بس قوي. اسمعني يا كابتن ناجي اسمعني، احنا بنتناقش دلوقتي. اتعرض لضغوط كبيره جدا بطريقه اللعب، واحنا دايما بنتكلم على مستوى الاهلي ومستوى المنتخبات. سيبوا للمديرين الفنيين تشتغل، سيبوا يحطوا تشكيله، هو عارف القماشه اللي معاه ايه، حدودها هتوديه لفين. الراجل حقق اهدافه، احنا بنناقش اللي الناس بتقوله بره، هل الراجل يكمل ولا مش هيكمل. ما شوف حاجه، انت كده بتوجهه الراي العام. مين 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 اللي بيوجه الاعلام عموما اللي بيقعد يناقش الحاجات دي؟ تمام، ما تناقشوهاش، قولوا ساعدوا الراجل، ساندوا الراجل، ادعموا الراجل، اعملوا له فترات اعداد كويسه. وده طبعا هيحصل، لان عندنا مجلس اداره اكثر من رائع. المهندس انا بريده مش مخلينا محتاجين حاجه، وكل الناس مش مخلانا محتاجين حاجه. اللي يتقلل الشارع المصري دلوقتي ادعموا المنتخب، خليكوا جنب المنتخب، شجعوا المنتخب، علوا لعيبه المنتخب، علوا جهاز المنتخب. هو ده اللي يتقال دلوقتي. بس انتوا كنتوا بتعانوا بقالكم 28 سنه، وكنتوا بتعانوا بقالكم 7 سنين. فهي دي تبقى النغمه. سيبوا الحاجات اللي انا مش عايز اقول لفظ ما يتقالش في التلفزيونات. انت عندك حاله من الغضب او من الزعل؟ ما عنديش اي حاله من الغضب. ما معنى كلامك كده؟ لا لا، خلي عندي احلى حاله من الفرح والسعاده. ان انا حققت فرح لناس والشعب والمجتمع فرحان كله وسعيد كله. كملوا فرحته، ما تكتموش على قلبه. كملوا فرحه الشعب، كملوا فرحه الناس. قول لهم الناس دي كويسه، الناس دي وصلتنا صح. بعد 7 سنين. انا معاك، الناس دي وصلتنا بعد 7 سنين. الناس دي لعبت نهائي كاس افريقيا. كل كده، كل الاعلان دول كده. وكل واحد يخلي الاراء الفصفصائيه دي ولا بيقولوا عليها ايه. لا هو ويسيبونا احنا نشتغل، احنا بنشتغل كويس وبنعرف ننجح. استاذ خالد عايز يقول لحضرتك حاجه، اتفضل يا استاذ خالد. يا كابتن ناجي. نعم يا حبيبي. نعم يا حبيبي. بص يا سيدي، ما نقدرش نحجر على مشاعر الجماهير ولا انطباعات الجماهير، انما زي ما انت بتقول يا كابتن احنا بنناقشها. لو انت كنت سمعت اول كلامنا واستنيت لحد اخر كلامنا قبل ما حد يعمل معاك المداخله، كنت هتسمع كل الكلام ده، انه الفتره اللي جايه محتاجه ده، محتاجه ان احنا نفرح الاول بالنتيجه اللي اتحققت. هو الراجل قال لك ما يصدناش، احنا بنتكلم على الاعلام بشكل. انا بتكلم لا انا بقول له، عايز اقول له ان في جزء اهو من الاعلام هيقول ده وبيقول ده، وفي ناس كتير على فكره قالت اللي احنا بنقوله ده، عشان ما نظلمش الاعلام. في ناس قليلة جدا اللي اتكلمت في ده، هو انا متاكد ان هو انطباعه جاي من بره، مش من خارج، مش من الاعلام. الاعلام اذا كان بيناقش برضه بيناقش عشان يوصل للجمهور يا كابتن انه المرحله اللي جايه يا جماعه بقى عايزه شكل تاني. انا كنت لسه بقول لك ايه دلوقتي. لا هقول لك الحاجه بصراحه، عشان انا متابع جيد لكل البرامج. كابتن ناجي كان مستاء من حاجه برضه، وانا معاه في ده. بعد الفرحه على طول اعلاميين تطلع يقول لك كوبر يمشي. هو لا كوبر يمشي، يعني مساله كوبر يمشي دي انا اعتبرها جريمه، يعني مناقشتها في هذا التوقيت جريمه. لكن انك تناقش حاجه الجمهور بيتكلم فيها في وسط فرحته، ما هي الفرحه فرحه جمهور، والجمهور اللي بيطرح التساؤل ده. فاصبحت ملزم ان انا اناقش معاه ده، ودوري بقى ان انا اوجهه وافهمه. عشان الكابتن ناجي ياكد. يا خالد توجه مين؟ ده مدرب كبير قوي يا خالد. اللي هي كابتن توجه مين؟ المدرب كبير قوي وعارف هو بيعمل ايه. مش فاهم. بيقول لي بيقول لك مدرب كبير وعارف بيعمل ايه. انا بقول نوجه الجمهور. ماشي اوكي. خد بالك برضو يا كابتن، استنى معلش، يعني مع احترامي ليك وللمدرب الكبير، ما يمنعش ابدا انه الناس تقعد معاه، ويعني يبقى في لجنه فنيه في اتحاد الكره. تقول له ايه؟ تقول له عايزينك بقى ما تنجحش زي ما نجحت قبل كده؟ لا انا عايز اغير من شكل اداء المنتخب يا كابتن. ما اقدرش اتجاهل ده في وسط الفرحه برضه. ده هو المناسب بالنسبه لنا يا خالد، هو اللي منجحنا. لا يا كابتن، ده ما أنا خلينا مش عايزين نخرج احنا من الفرحه زي ما انت بتقول. لكن الاداء المنتخب ما نقدرش ننكر ان عليه علامات استفهام ومحتاج توضيح. ده كلام لازم يتقال. يعني حاجه اسمها اداء، في حاجه اسمها نتيجه. التاريخ هيذكر النتيجه، والاداء اللي احنا بنشوفه ده هو اللي بيجيب النتيجه. لا اذا كان ده الفكر، ده يبقى في ده كلام مش سليم. لو هو ده المنطق اللي انا هفضل ماشي بيه. هو ده كلام سليم يا خالد،
وراجع التاريخ كله هتلاقي اليونان خدت كاس اوروبا من وسط البرتغال باداء رائع، لان هم ياخدوا النتيجه بتاعتهم بالطريقه اللي انسب ليهم، وهو ده تاريخ كره القدم. وكره القدم الحديثه كلها كده احصائيات وبتديك مداليل، بتشتغل على المداليل دي عشان تعمل نتيجه. طب انا مش عايز بس اضيع وقت البرنامج، وخلينا نقعد في قعده اطول من كده، او الفرصه متاحه من كده، ونتناقش في ظروف افضل من كده، حتى نكمل فرحتنا الاول بالانجاز. يعني كده انا بحبك يا خالد، انت عارف ان انا بحبك حبيبي. لا ده انت بتتكلم في ايه بس؟ ايه علاقه ده النقاش كابتن احمد؟ ده عشره عمري يعني مختلف لكن ده ما يقللش. احنا بنتناقش في موضوع. بقول لك يا كابتن ناجي هيقلب هيقلب كوميدي. شادي هيقلبها كوميدي خالص. انا فعلا زعلان ان انت عملت كل حاجه حلوه، كل حاجه حلوه، مفيش اي حاجه. كلنا فرحانين. بص في الجمهور الفرحان يا كابتن، بص في الجمهور الفرحان وانت تفرح. العالم انتهت بشكل عالم قبل مرحله كامله. انا عايز بص للفرحانين وانت تفرح، بص ما تبصش للناس الثانيه، بص للفرحان وبعد كده بفكر في الناس الثانيه، لكن لازم تبص علشان تبقى هادي برضو. في ناس كتير جدا ملايين فرحانه، حتى ولو كان لحد له وجهه نظر او راي، لكن في النهايه كل الجماهير فرحانه. في النهايه الف مبروك لمصر. ايوه هو كده تمام. والف مبروك لشادي، والف مبروك لخالد، والف مبروك لكل الناس اللي فرحانه. 100 100 يا كابتن ناجي. اسمعني مية. بقى انت هتاخدني في دوكه يا كابتن ناجي. اسمعني اولا اتعشت كده زي الفل معاك وانت فاهمني. وبعدين بطلت تعزمني وبطلت حاجات كتير، انا مش هتكلم على الهوا بقى زي ما انت عايز. حبيبي يا كابتن ناجي، والف الف مبروك، وتحياتي لكل الجهاز. ومره حاضر حاضر كل الناس اللي عندي. حاضر يا كابتن ناجي، بشكرك شكرا جزيلا، والف الف مبروك مره ثانيه. هو ممكن يكون سمع الحته بس الايه الاخيره كما سمعش كلامنا في الاول. احنا بنقول بنرسخ مبادئ جديده، سيبوا الناس تشتغل. لسه هنكمل بنكمل وبنقول انه الراجل ده ما يصحش انه لا انا معلش انا اسف على المقاطعه. هو اساسا انا شفته في اكتر من برنامج كابتن ناجي، في فعلا انا سمعت نفس اللي هو سمعه بالظبط من نفس الشخص. بعد الفرحه تاني يوم على طول اتكرمه، كان في برنامج ما راح جاي قال لازم بقى يمشي دلوقتي صح. ما هو لازم يبقى شايل. ما سمعتش البرنامج ده، واذا كان ده حصل عيب يعني. يعني ده هنقول عيب ولا بتاع؟ نقول يا جماعه يعني مش مسؤوليه يعني ومصر فرحانه مش توقيتها. وبعدين في 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 مناقشه يعني، في موضوع بيطرح بنناقشه يعني بنتكلم فيه مش بناخده بشكل عفوي، انما يبقى في النهايه انه خلاص يا عم احمد ما تزعلش، احنا خلينا نفرح الاول. الفتره دي احنا عندنا متسع من الوقت، لسه قدامنا ماتش غانا، وماتش مهم انك تكسبه، يفرق معانا حسب ما انا فاهم في التصنيف تقريبا او حاجه. فان شاء الله يعني ربنا يكرم. خلي بالك الكابتن ناجي ده اقسم لك بالله، انا بقى عشره عمر سنين طويل يا ابني، نعرفه من اطيب. ايوه من اطيب الناس وابن بلد وياما عزمنا برضه في المعادي يعني. هو دخل علينا الداخل، انا سبته خالص في الاخر. بس هو فعلا انا ممكن ما يبقاش زعلان مننا، بس انا شفته وزي ما قلت لك اكتر من برنامج، في كلام بيتقال مش ده وقته، حتى الفرحه بنحاول نخلق لها مشاكل. انا عايزه برضه عايز برضه هو نفسه كابتن ناجي نفسه يعني، زي ما احنا بنعاتب على الناس اللي عملت رد الفعل ده، انا برضو مش عايزه يبقى هو عنده رد الفعل ده، عايزه برضو هو ما يخرجش. لا خليك انت في الفرحه، وانت اديت دورك، انت كاحمد ناجي اديت دور 10 على 10 وماشي زي الفل، فانت نفسك ما تخرجش بره الفرحه تمام. بتاعتنا يعني. سؤالي الاخير للاستاذ خالد، انا كان رايي في البدايه كنت بناقش حاجه مهمه، قلت النهارده الناس كلها بتتكلم على قوائم انتخابيه جوه النادي الاهلي، بتتكلم على لسه ما فيش فيه البعض، في اسماء بنسمعها بتخرج بتدخل. اتكلمت كلام في بدايه الحلقه، قلت قولا واحدا، حيديه موجوده، كلهم ولاد النادي الاهلي، اي حد فيهم قادر ليقود السفينه في اي اسم مطروح، دورنا اللي احنا نساعد، لكن هنقف حائط صد لكل واحد هينسف طرف على التاني عشان يستفيد. انا قلتها قولا. ايه رايك في الكلام ده وايه رايك في الجملتين؟ بص يا كابتن نوجز عشان عندي رساله مهمه جدا من جمهور الاهلي في غزه او جمهور مصر في غزه يعني. اتفضل. الفتره اللي فاتت كنا بنتكلم عن النادي الاهلي. عن النادي الاهلي، وانك بتتكلم عن النادي الاهلي فطبيعي جدا ومنطقي جدا انك بتتكلم عن رئيس النادي الاهلي ومجلس الاداره اللي بيقود السفينه. الفتره اللي جايه كلها كل ولاد النادي الاهلي على مستوى واحد. صح. الكبير والصغير في السن والمقام والدرجه والاهميه وكله درجة واحدة من الآن فصاعدا، وده النهج اللي المفروض القناة هتاخده إن شاء الله، وأعتقد كل القنوات مصرة أنها تاخد هذا النهج وتمشي عليه.
واحنا بنقول اهوت في اللحظات دي انه احنا بعيوننا شايفين كل ولاد النادي الاهلي قمه في الاحترام والاحساس والاحساس بالمسؤوليه، واهلا بيهم جميعا، وكل واحد لابد انه ياخد حقه صح. سواء الحالي او اللي جاي ان شاء الله، سواء اللي حالي مستمر او جاي جديد، ايا كان دي مش قضيتنا نهائي نهائي، لان كل من يمثل النادي الاهلي بيمثلنا وبيسعدنا وبيشرفنا ونعرف ندافع عنه ونعرف نبقى يعني حائط صد ليه ان شاء الله. خلصت الموضوع انت، عايز تختم باب ايه؟ عايز جاي لي تحياتي استاذ خالد الكابتن علاء خالد من غزه بيبارك لمصر، وعلى خالد ده يعني اهلاوي فظيع يعني، دايما بيتواصل معايا بيقول يا ريت تقول على المباشر دلوقتي حالا ان جمهور مصر في غزه فرحان جدا جدا ومنتظر ان شاء الله فوز الاهلي على النجم الساحلي، ويعني يشوف النادي الاهلي بيحصل على بطولة افريقيا ان شاء الله. عايزين يعني تحاول كده يبقى في بعد كده تواصل بينك وبينهم باذن الله يعني ان شاء الله. طبعا اخواتنا في غزه بشوف استاذ اسامه هو كمان على الفيس بيبعت لي على طول، شخصيه محترمه، رابطه مشجعي النادي الاهلي في غزه، قول تاني اسم يا استاذ خالد. استاذ علاء خالد. استاذ علاء خالد بنشكرك شكرا جزيلا على مشاعرك الطيبه، وكلنا بنفرح لبعض، وهي دي الوحده الوطنيه اللي بندور عليها. الناس دي على فكره بتفرح بتفرح صح، والرياضه كنت بتقول على الجمهور هنا بيفرح من غير مكافاه، فما بالك بقى بالجمهور اللي هناك اللي في غزه، ده اكيد بيفرح بيفرح فرحه غير عاديه، والراجل ده بالذات يعني فظيع يا كابتن شادي. كره القدم هرجع اقول تاني وكل يوم وهفضل نرسخ ده في مجتمعنا، كره القدم هي البسمه، هي الفرحه، هي مصدر السعاده، كرة القدم هي اللي بتوحد الناس ما بتفرقهمش، ده اللي احنا هنعرفه، كرة القدم هي الروح الرياضية ونبعد عن التعصب. أستاذ خالد العاشر الناقد الرياضي الكبير شرفتني ونورتني. الله يخليك شادي، حلقة يعني مستريح فيها النهارده شوية، حلقة كانت كويسة. عليك شوية. الحمد لله، حلقة كانت جميلة النهارده. شرفتني ونورتني. أشكرك، الله يخليك. كمان أكيد في نهاية حلقتنا هختم زي كل يوم المجد، كل المجد لشهداء النادي الأهلي، تصبحوا على ألف خير، والكرة للجماهير.